وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب بكم جميعا بالذكرى 34 لاستشهاد الشهيد الفكري الأستاذ محمود محمد طه. ونبدأ هذه المناسبة بديناها بإننا نزلناه في ليلة القدر، والآن نقف دقيقة تحية لشهيد الفكر الأستاذ محمود محمد طه. شكرا جزيلا. ونحن في هذا الظرف الصعب الذي تمر به بلادنا العزيزة لابد أن نحيي شهداء انتفاضة ديسمبر يناير المستمر حتى الآن، وأنا بطلب منكم أن نقف في دقيقة تحية لكل الذين سقطوا. شجرة الحرية في بلادنا العزيزة. والأستاذ محمود قال عن الشعب السوداني شعب عملاق صدره أقزام، وهذه المقولة انطبقت في الماضي لكن اليوم تنطبق أكثر مما كانت في الماضي. وأنا البرنامج الآن يعني نطلب من أخونا عمر يشغل لنا كلمة الأستاذ في المحكمة المهزلة. أنا أعلنت رأيي في قوانين سبتمبر سنة 83. نعم. أعلنت رأيي مرارا في قوانين سبتمبر. أنا أعلنت رأيي مرارا في قوانين سبتمبر 83 من أنها مخالفة. من أنها مخالفة للشريعة. من أنها مخالفة للشريعة الإسلامية وللإسلام. نعم. وللإسلام أكثر من ذلك، فإنها شوهت الشريعة وشوهت الإسلام ونفرت عنه، يضاف إلى ذلك أنها وضعت واستغلت لإرهاب الشعب وسوقه إلى الاستكانة عن طريق إذلاله، ثم إنها هددت وحدة البلاد هذا من حيث التنظير. وأما من حيث التطبيق فإن القضاة الذين يتولون المحاكمة تحتها غير مؤهلين فنيا. نعم.
وضعفوا أخلاقيا نعم. عن أن يمتنعوا عن أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية تستعملهم لإضاعة الحقوق وإذلال الشعب وتشويه الإسلام وإهانة الفكر والمفكرين وإذلال المعارضين السياسيين. ومن أجل ذلك فإني غير مستعد للتعاون مع أي محكمة تنكرت لحرمة القضاء المستقل ورضية أن تكون أداة من أدوات التعذيب للشعب أداة من أدوات إذلال الشعب وإهانة الفكر الحر والتنكيل بالمعارضين السياسيين لكن نحن نباشر بقيتنا بأنفسنا ونشكر الأخوان المحامين أجل الأشياء ولا نحتاج إليهم. دكتور عبد السلام صالح عيسى، نحن برحب به ترحيب كبير ونشكره على التسجيل الكبير اللي قام به. وإذا عندك أي كلمة تقدر تقولها بديك الفرصة يا دكتور. لا أشكرك، أنا حقيقة وجودك لأنه في كثير من الناس ما يكون معك هذا الشيء. صحيح الاسم معروف طبعا، صحيح. أنا شخصياً جمعتني بدكتور عبد السلام علاقة وثيقة من خلال يعني زميلتي وأختي دكتورة نعمات صالح عيسى وزوجة الراهب المقيم عبد العظيم الحسن، فأنا ما حصل لقيته إلا اليوم، أنا شرف كثير. ونحن العمل اللي بنقوم به الذكرى السنوية ده مش عمل بتاعنا من الجمهورية، بالحقيقة ده عمل بتاعكم كلكم، وأنتم كلكم بتشاركوا فيه. وأنا حقا فخور بإن أنا أكون بيناتكم وفيكم، يعني مؤكد عندهم حرص مثل ما إحنا عندنا حرص إنه نقيم الذكرى، وهم جاهزين يعملوا في أي وقت. وأنا ما داير أشكر شخص وأترك شخص، لكن أنا بشكر كل فرد فيكم. وأخونا عدنان عبد العزيز قام بتسجيل مهم جدا مع دكتور عبد السلام بصفته كان وزير الصحة، كان شاهد على الأحداث وكان كريم من نميري، والتسجيل ده بيسجل التاريخ، يا أمال للتاريخ، ملقاة على عاتق الدكتور عبد السلام هو سجل للتاريخ، وده فخر كبير. في ناس كثيرين ورا الكواليس ما بيتكلموا، كانوا بيفتكروا موضوع الأستاذ يعني موضوع ما بيستحق، لكن في الحقيقة موضوع الأستاذ هو موضوع السودان، هو موضوع العالم،
واكبر مفكر عرفه العالم. ما فيش يعني التاريخ كله يعني من النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش فكر قدسي في مستوى عالي الا قدم الاستاذ محمود. هو الاسلام في مستوى الرساله الثانيه. نحن نجتمع اليوم وبلادنا تمر بظروف صعبه جدا يعني تماما. انه الاخوان المسلمين حاله نهار الى ليل. وانا بذكر انه الاستاذ بعد ما طلع من المعتقل وخرج نحن كنا واقفين امام بيته وجرى طلع علينا وقال انا كنت بتكلم مع مالك بشير مالك مالك في انجلترا. قلت له الشعب جعان بصوره محزنه والسلطه في اضعف اوكادها ما عارفه تعمل شنو. هم بيسمعوا وانا داير يسمعوا. هنا سلام مستمر على الاستاذ. وكان معانا اخونا عبد الله يرنس قال لي الاستاذ قال هم they know my plan they don't know my plan but I know their plan. وكان البلان بتاع الخطه بتاعته اني واجههم حتى المشنقه. وارد عندنا في الختام سوف حديث الصفات السبعه والحديث الطبق كما هو وكان في بعد المصالحه 77 الطبق كما هو. الأستاذ سعيد الشايب هو أكبر أخو جمهوري. كان الأستاذ في السبعينات قال لي يا سعيد حقوا الأخوان يعني الأخوان الجمهوريين يدوا الأخوان المسلمين فرصة في أذهانهم يحكموا السودان. أحسن من ينتقد الأخوان المسلمين الأخوان المسلمين أنفسهم. يظن الأمر على اليوم يستولى على مغارة الأمر في البلد. يضرب من مكان بعيد ما يعرف من أين يدار. يلاحق من الخارج ويمسح من على وجه الأرض. الأستاذ كان قدام الترابيزة ومسحيته. الأستاذ سعيد قال كل حتة في جسمي قامت. هذا الهوس الديني لابد يمسك البلد، مهم جدا عشان يكشف نفسه. وأسع انتقدوا نفسهم، الأستاذ قال لي انتقدوا نفسهم نقد أحسن من أي ناقد، يعني إحنا أخونا ده اللي قدم آلاف الأركان. لكن أكبر ركن قدموا الأخوان المسلمين قدموا أنفسهم خلال 30 سنة دي. أن إحنا بنكون مستفيدين من التجربة إذا لسه إحنا نتكلم عن الشريعة إنه مصدر مصادر الدستور. بنكون رجعنا لورا كثير جدا جدا. في تغيير جاي والتغيير ده لابد أن إحنا نستفيد من التجارب السابقة. وهو موضوع المحاضرة هيقدمه أخونا دكتور دالي وأخونا البغر العفيف. ثورة التغيير من أجل الحكم الصالح. ونحن احنا اليوم برضه بنرحب باخونا الباغر والحمد لله ان ربنا من عليه بكامل الشفاء. ده فضل كبير علينا. بنرحب باخواننا الجايين من الخارج من بر الولايه. وبنرحب باخونا امال النور الفنان امال النور واخونا اكرم احمد مصطفى. هم حيدوا لنا اغنيه الاستاذ كان بيحتفي بها جدا. انا من درمان فيها بيت بيقول فيا سودان إذ من نفسه هانت أقدم للفداء روحي بنفسي. والأستاذ قال إنه شاعر وحيد له القصيدة دي. حتى الشاعر نفسه أنا قريت قدامه قال إنه هو القصيدة دي قالها جاته تلقائية. فالفقرة الجاية نستمع للأعزاء فنان عمار النور وأكرم محمد مصطفى. النفس هانت فيا سودان غيظها النفس هانت أقدم للفداء روحي نفسي فيا سودان غيظها النفس Thank you.
غير حاسي أنا مدور ما تأمل في رجوعي أنا السود أن تمثل في ربوعي أنا ابن الشمال سكنت قلبي على فخير بنيك يا سودان مني سلوا الحادي سلوا الشادي المغني فيا سودان إذ ما النفس هانت فيا سودان إذ ما النفس هانت يعرف همسي وأهتف
حبسي. شرفتوني يا اخوان. شرفوني ان اقدم الدكتور سلام صالح عيسى. والدكتور عبد السلام كان شاهد على احداث 18 يناير، وهو حاضر احداث نحن كلنا ما حاضرين، لانه هو كان وزير الصحه وقريب من نميري وبثينة، وهو قام بهذا التوثيق المهم وسجله أخونا عدنان عبد العزيز. هذه أمانة بالتاريخ، والتاريخ بيكتب للأجيال الحاضرة والقادمة. وأنا بشكر شكر جزيل وبديه فرصة يتكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الأخ أثري، الإخوة، أعضاء الحزب الجمهوري والجماعة الجمهورية في واشنطن. الحقيقة أنا لم أكن مستعداً إطلاقاً لإلقاء كلمة، لكن يعني أنا أفتكر هذا الكرم وهذه الأريحية منكم استقبالي هنا تجعلني لا يجب أن أقول كلمة في حق هذا اليوم وفي حق شهيد الفكر محمود. أنا حقيقة يعني ليس لي موقف سياسي، إنما كتبت هذا الكلام أو قلت هذا الكلام الذي تسمعوه بعد قليل إحقاقا للحق، لأنه هذه أحداث أنا كنت شاهدا عليها وكنت قريبا منها، ويعني على مر الزمان كنت أترقب اليوم اللي ممكن الواحد يقول، إلى أن يعني أخيرا ابتدينا نشعر أنه الأيام خلاص بدأت تمشي، ويعني الواحد الحديث الذي أتحدث عنه طبعا كما تعرفون كلكم 35 سنة بالضبط أو إلا أيام قليلة 35 عام، وهذا كافي على أنه أقول ما قلت. ما أقوله هو شهادة للعصر وليس موضوع للنقاش. أنا قلت لأني شعرت بأن هذا واجب يجب أن أقوله، وهي شهادة قلتها وسجلها الأخ عدنان، وكان على إصراره حقيقة كمان جزء كبير من لماذا تم تسجيلها. أنا صلتي بالإخوان الجمهوريين صلة قديمة جدا، كثير منكم يعرفها، على يمكن تقابلنا مرات عديدة، لكن شيء واحد أشهد الله عليه أني لم أقابل جمهوريا واحدا شعرت بأنهم ذو أخلاق ناقصة، كلهم كانوا على تمام الخلق، وهذا يعني محمد عليكم وأنا أشكركم، وأتمنى أن تجدوا فيما أقوله في هذا التسجيل ما يستحق الاستماع. شكرا. طيب نواصل مع الدكتور عبد السلام صالح عيسى في الجزء الثالث اللي حنسجله الليله يوم الاحد 6 يناير 2019، لكن هو في الحقيقه بيغطي المحطه الرابعه في السلسله التاريخيه دي. المحطه الاولى كنا تكلمنا عن 19 يوليو علاقتك بذكرى النور، والمحطه الثانيه كانت عن الجزيرة أبا وأحداثه، والمحطة الثالثة كانت عن المصالحة الوطنية في أغسطس سنة 77 في بورسودان، وهذه المحطة الرابعة عن محمود محمد طه. وحنبدأها من الفترة اللي حصل فيها الانفصال بين حركة بتاعت الجمهوريين والنظام بتاع جعفر نميري في 83، وحخليك أنت تبدأ تحكي من النقطة اللي أنت بتراها مناسبة.
وانا عارف انه في تواريخ كثيره هنا تدعينا، افتكر هي مسجله عندك، وممكن من نقاطك المسجله ايش ان تكون مضبوطه للتاريخ. اي انا افتكر انه ما يعني ما من السهل انك تتكلم عن حركه محمود طه او حركه الاخوان الجمهوريين بدون ان تعرف التواريخ اللي مرت بها تلك الحركه، لانه في تواريخ مهمه جدا في انا افتكر انه اهم التواريخ عندهم كانت مايو 83 عندما اصدر كتاب الهوس الديني يثير الفتنه ليصل الى السلطه. ودي افتكر انه يعني كان من الناس اللي كانوا يعني ما رضي يعني عنها كثير نائب الرئيس عمر محمد طيب، وهم واصدروا الامر باعتقاله واعتقل حتى صدور قوانين سبتمبر سنه 83. طيب انا عندي سؤال هنا، عمر محمد طيب كان معروف بميوله الصوفيه، والهوس الديني اللي كان بيكتب عنه الاستاذ محمود محمد طه هو بصفه رئيسيه السلفيين، ليه عمر محمد الطيب انزعج من؟ لا ادري، انا زي ما قلت لك انا نعم. في كلام في 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 لقاءاتي معك دي كلها نعم. كنت بصير على انه انا شاهد لاحداث حدثت نعم. ولست محلل، ممكن اكون محلل نعم. لكن التحليل ليس بهذه صحيح، ده ما هدف السلسله هو التوثيق للحدائق نعم. كما انا بحكي ما رايت وما شفت وما في ذلك الوقت نعم. بالنسبه لقربي من الاحداث صحيح. في ديسمبر 84 تم اطلاق محمود محمد طه، لكنه بعد اسبوعين 25 ديسمبر 84 طلع الكتاب الثاني هذا او المنشور الثاني هذا او الطوفان نعم. مطالبا بالغاء قوانين سبتمبر نعم. في 5 يناير سنه 85 اعتقل محمود محمد طه مره اخرى. في 7 يناير 85 محمود وعدد من تلاميذه قدموا للمحاكمة أمام حسن إبراهيم المحلاوي وحكم عليهم بالإعدام. نعم. وحول الموضوع لما حصلت الحكاية دي، الحقيقة خلال الفترة دي كلها كنت كشأني شأن كل السودانيين الموجودين بنتناقش في مسألة الأخوان المسلمين والأخوان والجمهوريين وما هو وكده نعم. فطبيعي يعني شأننا شأن كل إنسان آخر. وكنا حتى في يوم من الأيام أتذكر في على عشاء يعني كان معنا كان في وجود الرئيس جعفر نميري، وجعفر نميري قال أنا مستعد أدي الأخوان المسلمين والجمهوريين وقت مستساوي في التلفزيون عشان يقولوا رأي آرائهم مناظرة يعني مناظرة نعم. ولكن ده هذا لم يحصل، وبعدين فوجئنا بأنه المحلاوي أصدر حكم الإعدام. لما صدر حكم المحلاوي بالإعدام ده الساعة 3 الظهر أنا كنت في بيتي في المجرن نعم. وسمعت بالكلام ده وركبت العربيتي ومشيت للرئيس جعفر النميري في بيته نعم. وطبعا أول ما جيت قال لي أنا عارفك جيت ليه. كنت منزعج؟ أنا كنت منزعج جدا نعم. حقيقة يعني قال لي أنا عارفك جيت ليه، لكن طيب ده حكم محكمة المحكمة دي في يعني ده القضاء وفي محاكم تانية وفي استئناف وفي قلت الحمد لله ما دام في ده كله أنا مطمئن يعني نعم. لأنه طمأني يعني نعم. ومشيت. وبعدين الكلام ده كان في 8 يناير في 7 يناير وفي نفس اليوم ده اللي مشيت له فيه نعم. 15 يناير في 8 يناير حولوا يعني يوم يعني نعم. يتحول فعلا الحكم بتاع المحلاوي ده نعم. الى محكمة الاستئناف نعم. برئاسة المكاشفي و في 15 يناير اصدرت محكمة الاستئناف تأييد الحكم نعم. تأييدت حكم المحكمة الموضوع محكمة الموضوع نعم. ومن هنا في 15 يناير في اليومين اللي بعده يوم الخميس 17 يناير
حقيقة كلنا كنا في حالة سيئة جدا للحكم على محمود محمد طاهر بالإدارة. نعم. في 17 يناير 85 أنا كنت وزير الصحة. نعم. ومشيت المكتب فالساعة 9 صباحا تقريبا اتصلت بي زوجة الرئيس وقالت لي هي كانت بالمناسبة من أكثر الناس المنزعجين للحكم على محمود محمد طاهر بالإدارة. نعم. و يعني من اكثر الناس اللي يعني انا شفتهم في السودان ده تعذبوا في الموضوع بتاع اعدام محمود محمود طه. نعم. فضربت لي تليفون قالت لي يا اخي تعال في البيت. نعم. بيته في القاعده العامه. نعم. تعال لانه انا افتكر انه الجماعه دي بيأيدوا في حكم الاعدام. لان لحد الوقت ده كان عندنا امل انه الرئيس لا يؤيد هذا الحكم. نعم. او يستبدلوا باحكامه. نعم. فقالت لي انا افتكر انه الناس بعيد. جبت عربيتي ومشيت لهم في بيتهم في القياده العامه. نعم. و دخلت طبعا يعني وصف البيت صعب شويه لكن هو بيت من بيوت الحكومه دي بيت كبير في مصطبه كبيره في اخره من هنا كوريدور في اخره المكتب بتاع الرئيس وخلفه البيت العادي بتاع النسوان وبتاع ومن هنا صالون تقريبا البيت كله. فلما جيت دخلت من ورا ما دخلت في المكتب لانه قالت لي ان هم من الساعه من الصباح معاه ناس قاعدين جوا المكتب وبيقفل فما حبيت اخش بالمكتب فخشيت من ورا وقلت لها حاصل شنو قالت لي الناس دي بيأيدوا في حكم قلت لها عرفتي بأيدوا كيف؟ من بيتين هم هنا قالت لي من الساعة 7 ونص صباحا والوقت ده كان حوالي 9 ونص على بال ما انا جيتها يعني. فقلت لها ما افتكر يعني التأييد ما بيحتاج لي ساعتين افتكر يكون ما تأييد يعني بحاول اطمن فيها وقت. في هذا الوقت جت طالعه من المكتب السكرتير اسمها سهير من ناس من بلد بحري دير عارف جيد والسكرتيرة بيت كويسة جدا جدا فسلمت عليه وقلت لها شنو الحاصل قالت لي والله أيدوا الحكم وأنا قاعد أطبع أيدوه وأنا قاعد أطبع في التأييد بتاعه كان خبر صاعقة بالنسبة لي صاعقة بالنسبة لي وقالت لي خلاص أنا أديته حسن انتهيت وهم طالعين بيهم عشان يزيعوا. نعم. في اللحظة دي كنت أنا مشيت وراها ولقيت الآتي أسماء مع جعفر نميري قدام المكتب. نعم. عوض جيت. نعم. وأبو قروم. نعم. وبدرية. نعم. وجعفر نميري والسكرتيرة واحد من الحرس. ده المهلاوي ولا المكاشفي ما كان ما فيش حد من لا ولا مكاشف ولا اي زول اخر. نعم. الثلاثه دي. نعم. بدر الدين اقصد بدريه و ابو قرون. نعم. وعوض الجيد. نعم. مشيت نميري مين ما شافني مد لي يده مسك يدي كده وانا قبل ما اسلم عليهم عوض الجيد قال لي يا دكتور انت شايف وشك انت حالتك بطاله جدا. لانه كان واضح عليه ايوه فقلت له انا جوا اسوأ من كده كتير كويس نميري قال لي على اي حال ما لقينا للوالي طريقه بقصد شنو ما يعني الوالي يعني هو جابين لنا كوالي هو نفسه كوالي نعم. ما في طريقه يعني يعدل بها الحكم. نعم. ما لقينا الوالي طريقه. وبعدين انا قلت له كده قال لي تعال. بعد ما قال لي الكلام ده. نعم. سابني من يدي ومشينا. ابو قرون وبدري لما نتحدث مع بعض. مشينا وسابني في الكوريدور الطويل ده برنده يعني. نعم. وتحدثت مع حدا ابتدى يتكلم في اشياء خارج الموضوع ما لها داعي يعني ما بتفرق كثير. نعم. وكانوا ماشيين الى الجزء الشمال الجنوب الشمال الشرقي الجنوب الشرقي. نعم. من البيت كان في استوديو صغير فيه سامي سناده
المصوراتي نعم. سامي سنادة، وكان سامي سنادة جاهز عشان يسجلوا جعفر النميري كان في ملابسه العسكرية كاملة نعم. فمشينا دخلنا الاستوديو، انا سكت صمت يعني ما كنت بتكلم واضح اني انا يعني. دخلنا الاستوديو وجعفر النميري مشى نحو الكرسي اللي بيجلس فيه عشان يقول البيان ويسجلوه نعم. لما جاي يجلس في الكرسي وعوض الجيد وبقرو وبدرية ثلاثة ماشي، لما جاي يجلس في الكرسي قال لي الآتي، قال لي طبكم ده ما نافع كويس. شوف أنا كرشي بقت أكبر من كرش بدري من بطن بدرية بدرية زي حصف الزمن ده كان عامل يا دون لكن قال لي شوف كرشي بقت أكبر. طبعا انا بذكر الكلام ده ليه؟ لانه جعفر النميري لما يتحدث معي بهذه لما نمشي لهذا المستوى من الحديث نعم. انا بكون مرتاح جدا لانه معناه عزول بيتكلم معي عادي كطبيب نعم. معناه قصيرتي بي طبيب يعني نعم. لما يتكلم لي عن كرشه وشكله بيتعامل نبقى فيه يعني الطب نعم. بقدر اتكلم معه. ابو قرون قبل ما ارد انا على النميري ابو قرون اللي اصلا ما تحدث نعم ولا سلم عليه نعم ابو قرون قال له يا رئيس سيدنا علي كان ذو كرش كبير نعم وكان عندما يخرج للجهاد يكرب كرشه ما انا فهمت انا طبعا انك انت في حال الجهاد ما تتكلم مع الدكاتره في الكرش وما كرش نعم سيدنا علي كان ذو كرش كبير وكان عندما يخرج للجهاد يكرب كرشا فأنا يعني نظرت له نظرة حادة جدا لأبو قرون وسكت في دعاية في كلام ده فقمت اتجهت ثاني للرئيس وقلت له طيب يا سيد الرئيس ممكن عندي سؤال واحد ممكن قال لي جدا قلت له ده مواطن عمل أخطاء حكمت عليه محكمة بالإعدام تقدر تقول لي ليه أنت بتذيع البيان ده؟ ما داري أوريك وأنا يعني إيش ليه؟ وأنا ما خلاص محكمة حكمت محكمة ترسل تعدي من الراجل خلاص مظبوط أنت ما صدقت عليه ترسله للمحكمة المحكمة تقول نعم كويس؟ فقلت له يعني لماذا ليه قدرت تذيع هذا البيان بنفسك؟ قال لي عندي رسالة للأمة. قلت له هذا من حقك. كويس؟ نعم. وسكت مشيت وقلت له استأذن أنا قلت تفضل. نعم. رحت مشيت. ما حضرت التسجيل. نعم. يعني رفضت أن أحضر كل حاجة حضرت التسجيل. لأنه ما في حاجة توقفني يعني ما على كيفي. واغتميت. اغتميت ايوه كنت مغموم كان واضح لي فمشيت وبعد كده تم تسجيل البيان انا طرحت من هنا مشيت على حتى تابعني واحد من الحرس بتاع نميري نعم قلت انا بحاول اتذكر اسمه والله وهو يعرفني كويس في الغالب بعد ما يسمع الكلام ده هيتصل بي الولد ده من الحرس مشى معايا وقال لي سيادتك والله انا داير اقول لك حاجه يعني احنا عارفين انك بتتكلم مع الرئيس لكن ما قلنا انك بتتكلم كلام بشكل ده قمت قلت له يا اخي ما في انا ما بقدر انا ما بتكلم مع الرئيس اي كلام انا بسمع كلام الرئيس ومن واجبي اني اذا كان شعرت بحاجه اكلم بها الرئيس وده شعوري وكلمته بها فما في حاجه اكثر من كده نعم طبعا عشان ما ورحت مشيت فمشيت من هناك طلعت وانا في طريقي وانا سكت سايق بنفسي نعم في طريقي للوزاره نعم. وانا جيت من مكتب الوزاره في طريقي للوزاره خشيت الاخ علي شومه نعم. كان في مكتبه نعم وقلت له اللي حصل نعم قال لي انا عارف انه في حاجه لانه اخطرونا هنا انه في خطاب حيجي من الرئيس عشان اذا نعم قلت له ده
وقالتنا يكون انا عارف موقف عشان برضو رؤيته للموضوع يعني. نعم. فقلت له يا علي يا اخي قال لنا احنا ودي كانت حكايه من بدري يعني. نعم. جهزها احنا الليله معزومين عند فلان الفلاني هو الصادق حجازي. نعم. تعرفه الصادق حجازي ده؟ نعم. كان بتاع وكيل 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 السفريات بتاعت السودان وكيل وكيل السعوديه. نعم. طائرة سعودية. في رجل اعمال كبير يعني. نعم. فالصادق حجازي معزومين عنده ايش عشاء وقعدت اتكلمت من بدري يعني انه شهر. نعم. وليله المساء انا علي شمو وبعض اصدقاء نميري ونميري. نعم. معزومين عند الصادق الكلام ده من بدري عارفينه. نعم. في نفس ذلك اليوم. يوم الخميس هذا. فقلت له يعني انا تعتذر لي بعدين لما تمشي انا ام نوت ان كونديشن انا اتعشى معاك لكن قول لي لما تمشي هيسالوا مني قول له انه السلام عليكم يعني واعتذر يعني كويس ومشيت المكتب رجعت البيت في المساء العشاء دي ما اشعر اللي جت عربيه بتاع الامن من بتاعنا الرئيس حرس الرئيس نعم قال لي الرئيس قال لك تعال كان عيان تعال بعيادي ده كلام معناه يعني إيه تعال نعم فقمت لبست قال لي تعال انا مشيت ولقيت معاه الاصدقاء المعزومين اللي هم فيهم علي شمو علي شمو جاء واعتذر ليه قال هم بعد حالي شمو اعتذر رسلوا لي عربيه نعم وعلي فضل و ما بكر علي التوم كمية من الناس نعم. أصدقاء يعني ما مص... ما مصدر حكومة ولا كده نعم. فمشينا صادق حجازي في بحر بيته في شرق النيل ده المدهش بقى لأنه أنا طبعا طول الزمن نقاشي مع السيد الرئيس جعفر نميري نعم. أنه الموضوع ده خطأ حتى سياسيا خطأ نعم يعني هذا حتى في بالنسبة له كحكمه ومعي وكذا خطأ أنه ده يتحمل نعم فبيقول لي أنت ما تفهم سياسة كويس فمشينا ودخلنا بيت صادق حجازي ووجدنا نوبة وهي الأمانة كبيرة جدا جدا مش يعني مش نوبة الناس كتار لكن يعني السفينة وبتاع وناس قاعدين ودخلنا ودخلنا جوا وجاء السايق لان احنا لما مشينا السايق جعفر نميري ماركي راكبين معنا احنا الحصراب السايق هو العربي لما نزلنا وجدنا في هناك عمر محمد طيب كان مع ناس برا والثاني منه السيد محمد عثمان المرحب فعلا موضوع متش السيد محمد عثمان المرغني وتعشينا في بيت الصادق حجازي ولم أونيميري قصر قال لي تعالي اقعد معانا هنا في السفرة قاعدين في الوطن نعم عشاء يعني بتاع مشايخ مشايخ والسيد محمد عثمان المرغني والسيد محمد عثمان المرغني كان بياكل في جعفر نميري بياكل في شنو؟ بجعفر نميري بديه يعني دليل الاكل يعني يو نو الحاجات الحركات اللي بتحصل في ايوه وجعفر نميري كان لما يتكلم مع السيد محمد صلى الله عليه وسلم ليه كده يعمل كده يعني معناه يتكلم عن السياسه ايوه فده حصل في تلك الليله اشياء مهمه جدا كويس غريبه وانتهت القصه دي ورجعنا مشينا بيت جعفر نميري عشان كل زول ياخذ عربيته ويمشي نعم انا طبعا ما كنت تجي بعربيه تجي جابتني العربيه بتاع ايوه فاتذكر من علي فضل ولا بتاع قال انا بابك على التوم قال انا حرجع معي عبد السلام قال لي لا عبد السلام خلوه امشي فمشوا كلهم فضلت انا مع جعفر نعم قال لي اركب ركب هو انا كنت تعرف فكره داير يوصلني لا ركبنا تاني رجعنا الخرطوم بعد ده يوم الخميس بالليل وصبح الصباح هيش نقوم محمود محمد طه ايوه مشينا وفي الميدان بتاع بحري ده كله
لفينا الميدان، الميدان فاضي ما في ولا. تقصد يا ميدان؟ ميدان قدام السين. ايوه كوبر. كوبر. ايوه. المساحة اللي قدام الكوبر دي. ايوه. فاضي ما فيش، هذا أهدو تمام شديد. نعم. لفينا فيها وجينا راجعين. وطبعا انا طول الوقت كنت في شارع يعني جافريمير بيديني. الوقت ده كان زي الساعة كم تكون؟ عفوا للمقاطعة. واحدة بالليل. واحدة صباحا. فرجعنا في الكوبري تاني. لما طلعنا من الكوبري التنل بتاع البوري ده عشان الجامعة. نعم النفق. النفق. نعم. في النفق ده النور كان احمر. ونمير سايق. ايوه. وقف طبعا على البعد في عربيه ناس الامن بيقول لهم ما تمشوا وراي. ايوه. طبعا بيكونوا شايفهم بعيدين يعني. نعم. لكن بيمنعهم انهم يمشوا لما يكون سايق هو يقول شو. نعم. فجينا وفي النفق ده وقفنا فاذا عربيه تاكس اصفر. التاكس كان اصفر. ايوه. تاكس اصفر وقفت جنبنا. يعني وبدون هنا النو تايم الناس اللي فيها نصرت الدين يا رئيس، نصرت الدين يا رئيس. طبعا دي اعتقد انهم كانوا متابعين انا عارفين انه نمير جاي في الحته دي. ايوه. وحيقفوا له وحيقولوا له كلامنا. ايوه عشان يعززوا له قناعاته الداخليه. لانه العربيه اذا كانت ما كده كان على الاقل العربيه بتجيف فتره ويتعرفوا عليه وبعدين حد يقول لك. صحيح. لكن وقفت العربيه دي السرعه انتباهي. نعم. وقفت العربيه كله نصرت الدين يا رئيس، نصرت الدين يا رئيس. وبرضه نميري تاني عايل لي معنى يعني هي استلمني انا ما بتعرف سياسه. وصلنا لحد البيت ادوني عربيه وصلت صبحت الاعدام. شكرا جزيلا يا دكتور عبد السلام لفتح قلبك وتقديم الشهادات والافادات التاريخيه المهمه دي، وكانت بتتطلب شجاعه كثير كبيره جدا عشان انها هي تطلع للعلن ده المسكوت عنه في تاريخنا في السودان، وحان الوقت لانه الناس يعني يعرفوه. وانا مقدر وعارف انه ممكن تكون في ضغوط كثيره جدا كانت على كل شخص يعني بيعرف اي معلومات عن الحادثه في انه ما يقول او، لكن بالتاكيد دي شهاده للتاريخ. ربنا يديك الصحه والعافيه ويمتعك بالعافيه والسعاده ليك ولاسرتك، وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا، وارجو ان يعني اكون ما يعني ما ما وطيت في كراع زول وما اسئت لحد، لكن هذه هذا ما اعرفه عن التاريخ في تلك الحقبه. والحقيقه والتاريخ يجب ان تقال يعني. شكرا جزيلا. دكتور عبد السلام يعني مره ثانيه نشكر لك الشهام والرجوله وتسجيل التاريخ، وحقا انه تاريخ السودان وتاريخ الاستاذ محمود محمد طه، لان السودان هو راس الرمح في التغيير العالمي، وزي ما قال الاستاذ لا يهولن هذا القول احد، وده بيحصل. والسودان تربه طيبه، ارض خصبه فيها رجال عظماء ونساء عظيمات، وزي ما قال غنى وردي وهيبة رجالك تسند الكفالة. أنا بحييك مرة ثانية وبحيي أي شخص عنده تقدير للأستاذ محمود وحريص إنه يسجل التاريخ، لأنه شخصية الأستاذ محمود يجب أن تدرس. يعني أنا ما عندي علاقة دم كانت بالأستاذ محمود، كان عندي أسئلة كثيرة عن الشريعة وأنا صغير، أنا رافض إنه الرجل وسع على المرأة، لكن انا قمت في بيئه ما عندك فرصه تعبر عن هذا الكلام، وهي موجوده في داخلي، لكن انا رافض الشريعه. وانا من جيت دخلت جامعه الخرطوم جيت قعدت في الركن داري، اول كلام اتكلم عنه موضوع المراه، وانا قلت اخذ الدين. وحضرت اركان كثيره جدا لدائره القراي، وبعد يوم مشيت للاستاذ قابلته، وانا لقيت انه فكر الاستاذ ده
عظيم لكن مثال أعظم من ذكره بما لا يقاس. يعني ما في مقارنة بما يكون الأستاذ ويعيش الأستاذ. الأستاذ عايش فوق. نحن كنا في بيت الأخوان دارين نأجر البيت. الإيجار 25 جنيه. نحن معانا المهندس والأستاذ والعامل والطبيب والصيدلي ولا أي حاجة. يعني 35 جنيه مش مشكلة. سيدي البيت قاعد 35 جنيه. الأستاذ اعترض. قال لو أنتوا أجرتوا 35 جنيه والإيجار في المنطقة ب 25 جنيه معناه أنتوا حتزيدوا الإيجار في المنطقة. شوف التفكير ده لاعتمد يعني. وشاف الظروف انه صاحب البيت لما جاء يتكلم مع الاستاذ انا كنت موجود. فقط ثلاثه. والاستاذ قال لي سيد البيت الايجار ده بيزيد الايجار في المنطقه. سيد البيت كان مصر جدا انه ندفع 35 جنيه. الاستاذ قال لي هو الله يديهم بيت احسن من بيتك. قول امين. الزرع بيقول امين. وفعلا لقينا بيت احسن من بيتك. في مرة من المرات حقول لي الأستاذ الدوه وصاحبه الدوه عنبة قال له كل العنبة حلوة جدا. الأستاذ قال لي العنبة تكون حلوة لما يأكل الشعب السوداني. فسيرة الأستاذ يعني فعلا تستحق أن تدرس ولا بد أن يورخ له لا بد أن الناس يكونوا شجعان زي أخونا وأستاذنا الدكتور عبد السلام صالح عيسى يكتبوا الجانب. نأخذ استراحة قصيرة 5 دقائق وبعد ذلك الفقرة القادمة هي أخونا أحمد مصطفى دالي وبالمناسبة أحمد دالي ده الليلة يعني جاي هنا بدون أي ترتيب. ما كان ناوي يجي لكن ربنا جاوب لينا. وأنا ما كان داري شارك قال لي أنا ما بخش في البرنامج. البرنامج مع يعني أوريدي معمول. قلت لي أنا لو أنت ما شاركت أنا بعد ذلك أرحل. فالناس داري يسمعوا منك أكثر من أي زول ثاني من الفرق. فأنا اتنازلت العنف وصلت ما حتكلم. طيب ناخذ 10 دقائق وبعد ذلك 5 دقائق بس لكن يكون معك. طيب نبدا الندوه اللي هي بعنوان ثوره التغيير من اجل الحكم الصالح. نتكلم وتاجه اخونا الدكتور البالغ ونحن نحمد الله كثير على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله. أنا في الحقيقة يعني لما قررت أساهم في هذه الذكرى قصدت منها أن أتعرض لبركة وأيضا تفاؤلا ب ثورة الشعب العظيم وفرصة لي عشان ألتقي بكم مجدد في الفضاء العام. وليس هناك أشرف من مثل هذه المناسبة لكي ما أجدد فيها اتصالي بالناس في الفضاء العام وفرصة أيضا أشكركم فيها فردا فردا وأشكر من وراكم الآلاف المؤلفة الذين أزروني ودعموني دعما معنويا وماديا والحقيقة مهما أنا تكلمت ومهما عبرت لن أستطيع أن أعكس امتناني وفخري
بهذا التآزر وهذا الدعم، والذي يجعلني مقبلا بأغلال كبيرة جدا أرجو أن تنعكس في شكل المزيد من التفاني في خدمة هذا الشعب، وأرجو أن يوفقني الله في ذلك. حديثي تقريبا بيكون متقسم إلى قسمين. القسم الأول إضاءات سريعة عن الشعار المكتوب حولي، و وين شعاركم؟ وسوف يقتلعون من أرض السودان ابتلاعا. والثاني حيكون شوية أفكار حولي ما يجري الآن من ثورة عظيمة في الشارع السوداني. في المسألة الأولى هناك أقوال كثيرة جدا قال الأستاذ محمود محمد طه عن الأخوان المسلمين، لكن أنا وقفت عن واحدة من هذه الأقوال، ما رأيي كثيرة، اللي هي قال فيها أنه الأخ المسلم قال مثل الإناء الذي ولغ فيه الكلب لا يطهر إلا إذا غسل 7 مرات إحداهن بالتراب. والمسألة دي جاية في تقديري الشخصي من موضوع الأيديولوجيا بتاعت الأخوان المسلمين. طبعا نحن عارفين أن الأيديولوجيا ممكن يعني تسيطر على الإنسان، ويمكن أن تحدث في الإنسان تغيرات عميقة جدا. هي ممكن أن تؤنسن الإنسان، تزيد إنسانيته عمقا، ويمكن أن تجرد وتنزع إنسانيته. يمكن بحسب الإيديولوجيا وموقعها من الإنسانية يمكن أن تجعل من الإنسان محب للخلق للناس أجمعين، يمكن أن تجعله كاره للخلق أجمعين، يمكن أن تجعله مسالم وإنساني، ويمكن أن تجعله لا إنساني وعدواني. ممكن نمشي كثير في حاجات زي دي، لكن أنا بفتكر أن إيديولوجيا الأخوان المسلمين هي النوع الذي ينزع إنسانية الإنسان، هي النوع اللي يحول الإنسان إلى كائن عدواني كاره للإنسانية إقصائي. لأن الأيديولوجيا ممكن أن تجعل الإنسان إقصائي للآخرين، ممكن أن تجعلك محب للآخرين وطام إليهم أكوموديتين، ويمكن أن تجعلك يعني مشغول بالأعداء الخارجيين زي أيديولوجيا الأخوان المسلمين، وراضي عن روحك تماما. ممكن أن تجعلك أكثر عداوة يعني روحك زي ما قال الأستاذ محمود منك في تعب والآخرين منك في راحة. دي الأيديولوجيا الإنسانية ممكن تأنسل الإنسان. فالأخ المسلم هو يعني ما بيفتكر
أنه الشر والخير وال الخطأ والصواب والسم يعني الذنب والخير فعل الخير عنده علاقة بنفسك جواك. تقول دي حاجة قاعدة هناك في مكان ما في كتاب ما مقيدة خارجه، وأنه الله بماسك دفتر يعني عندك هنا حسنات وعندك هنا سيئات ويجرد لك الحساب زي أي تاجر يعني، لكن ما عندها أثر عليك هنا. عشان كده هم ما دام أنت اتصل الصبح حاضر وما دام أنت بتمشي الحج والعمرة وكده ده معنى العبادة، أنه أثر بعدين في مكان ما لكن ما هنا في القبو، بمعنى أنك تطهرك أو تنجسك تخليك إنساني أو تخليك لا إنساني. عشان كده شايفين الحاجات الجرائم الكبيرة يرتكبوها الأخوان المسلمين دون أي وازع إنساني، دون أن يطرف لهم جف. وشفنا أسع يعني شفناهم 30 سنة زي ما قال في مقدمته أخونا أسهري أنه أسوأ أكبر من ينقض الأخوان المسلمين هم الأخوان المسلمين أنفسهم. شفنا أعمالهم، شفنا القتل، شفنا بيوت الأشباح، شفنا أشياء يعني في دارفور وفي الجنوب قبل دارفور أشياء يعني جرائم كبرى، جرائم كبرى في حق الشعب السوداني الأعزل البريء. وده جاي من يعني هي العلاقة حق الأخوان المسلمين مع الشعب، يعني دي لازم نفكر فيها كويس جدا. يعني هل نحن الآن عندما نسور في الشارع هل بنثور ضد حكم ديكتاتوري غاشم مثلا زي القذافي ولا زي بشار الأسد ولا على عبد الله صالح، ولا نحن بنثور حقيقة ضد حاجة مختلفة تماما؟ العلاقة اللي أسسها الأخوان المسلمين مع الشعب السوداني هي علاقة عبودية، سيادة وعبودية، عيادة علاقة أقنان مع سادة. القن هو اللي بيوظف نفسه وعمله ومجهوده كله لمصلحة السيد مجانا بالمينيمم، بخليه حي عشان يشتغل شغل. دي العلاقة اللي أسسها الأخوان المسلمين مع الشعب السوداني، أتاوات وضرائب وما في أي مسؤولية تجاه الشعب على الإطلاق. شوف ميزانية الصحة، شوف ميزانية التعليم، شوف ميزانية الميزانيات اللي بيستفيد منها الشعب، وانظر بعد ده قوانين تكبي لك، هجمة على نسائنا وبناتنا، هجمة على الحريات، هجمة على يعني ده نظام أسياد وعبيد. ونحن لما نمرق في الشارع في الحقيقة أول حاجة بنحطم أغلالنا بتاعت العبودية وبنحرر أنفسنا من أسر العبودية بالمعنى ده الليترال ده، قبل ما نحن نمشي ونغير الحكومة عشان نجيب حكومة تحقق الكرامة للشعب السوداني زي أي شعب آخر في الدنيا. فلو ما فينا المسألة على هذا البعد أنا بفتكر أنه بنخطي في التحليل السياسي بتاعنا، بنخطي وما بناخد المعالجات الصحيحة اللي بتودينا نحن لقدام.
الكلام والتهديد للشعب اللي بيتم الآن ضوابط جدا جدا أنه دي دولة أو حكومة أو عصابة في حقيقة الأمر بتنوي لاستمرارية سيادتها على الشعب واستعباده، مش قرن الشعب ولا حكمه ولا إقامة دولة تشبه الدول السيئة الأخرى، وده شفناه. عشان كده هم عندهم مصلحة في تجهيل الشعب، في تحطيم التعليم، في تحطيم الثقافة، في تحطيم الإرث الروحي للشعب السوداني، في تحطيم كل صفة من الصفات الحميدة اللي ينطوي عليها الشعب. مسألة الثورة اللي بيحصل في تقديري الشخصي بيحصل لثورة مش انتفاضة، هي ثورة. وأنا أفتكر أنه في وحدة عظيمة جدا اتحققت، وأنه الشعب السوداني بلغ المرحلة بتاعت اللا عودة، النو ريتيرن بوينت، وأنه ما بيرجع، ويجب ألا يرجع بخفي حنين، يجب ألا يرجع بمكاسب ناقصة على الإطلاق. وده أنا بفتكر هنا الدور اللي بيلعبوه المعلمين من أبناء الشعب السوداني. الملاحظة الآن أنه الثورة أفرزت أدبها، أفرزت موسيقاها، أفرزت شعرها، ما أنتجت لحد الآن إديوكيشن، ما في تعليم مصاحب للثورة، ما في تحليل سياسي قوي وواضح مصاحب، ما في فلسفة ثورة مصاحبة. ده كله في انتظار أنه يظهر، وده المفقود الآن ونحن محتاجين له. يجب أن الثوار اللي بيمشوا في الشارع وصدور عارية وبيتلقوا الرصاص وبيتلقوا البنبان أنه يكونوا مسلحين بالوعي ده، مسلحين بأنه ما ممكن يقبلوا بأنصاف حلول، لا يمكن أن يقبلوا بمكاسب ناقصة، لا يمكن أن يحصل السيناريوهات المتوقعة كلها الآن. وأقرب واحد فيها هو انقلاب القصر، ده يجب أن يكونوا متحسبين له، لأنه ده واحد من السيناريوز الأقرب، أنه الناس ديل قد تجي مرحلة من المراحل يفكروا أن يضحوا فيها برأس السلطة ويستمر النظام زي ما هو. لو حصل ده يمكن يعملوا الانقلاب بتاعهم ويقولوا نحن غيرنا الحكومة، وأنه في إعلان لحالة الطوارئ، وأنه الناس راح تتكون حكومة انتقالية وكلام زي ده، بحيث أن الشارع يبرد وينقسم، ويظهروا لك بعد كده طبعا محترفي السياسة اللي بيمرقوا يقول لك خلاص القصة انتهت يا جماعة، خلونا نفكر في المستقبل ونبني. ده بيعني أنه الثورة وجهضت، فيجب أن يكون في تسليح بالوعي لكل الناس أنه ده ما يحصل. كل السيناريوهات المتوقعة يجب أن الناس يكونوا منتبهين لها، وأنه في أي من السيناريوز مفروض الناس يكون تصرفهم إزاي. الشكل اللي شايفينه الآن للحراك كله عبارة عن مظاهرات إما بالنهار أو بالليل، وأنا أفتكر أنه محتاجين لتنويع الحراك، محتاجين لأنه يكون في أشكال تانية من أشكال الحراك، محتاجين مثلا أنه الناس يبدو في حاجات بدأت تظهر هنا وهناك لازم تتحول لترند. يعني مثلا الثورات الحاصلة هسع داخل المساجد، مثلا الأئمة اللي بيخزلوا الناس ويطردوا دي لازم تتحول لترند، لكن لما لازم يمشي معاها مثلا مسائل بتاعة تنظيف الأحياء،
في ناس كثيرين ابتدوا يتكلموا من ضمنهم اخرهم اخونا الطيب النعيم انه يكون في مقاطعه للاخوان المسلمين اجتماعيه. وانا افتكر دي تكون في الاحياء. يجب ان تتمدد الثوره عشان تحتل اي فراغ تحدث السلطه. بنتكلم عن اللجان الشعبيه في الاحياء. الاستيلاء عليها ضروري جدا وتنظيفها. وممكن بنتكلم عن مكاتب بسط الامن الشامل الموجوده في الاحياء. اي حي يتمكن من طردهم يطردهم. بنتكلم مثلا عن المقاطعة الاجتماعية تكلمنا عنها. بنتكلم أيضا عن تنويع الحراك بمعنى أنه يكون في أشكال تانية من أشكال الاحتياج. المقاطعة الاقتصادية الشعب السوداني لحد هسه ما جرب. الشعب عنده قوة شرائية لحد الآن. الناس بيمشوا لمستشفى مامون حميدة كأنه في فصل ما بين أعداء الشعب وبابين يعني لما الواحد يمشي عشان يتلقى خدمه. في ناس لحد هسه بيمشوا مستشفى الامن الوطني ده بتاع ناس الامن بيمشوا في حين انه في مستشفيات ثانيه وخاصه برضو لكن ما بيملكوها الاخوان المسلمين او رموز الحكومه. المقاطعه الاقتصاديه ضروريه جدا جدا انه الناس تفلاك شركات الاخوان المسلمين مصالح الاخوان المسلمين وأن الناس يقابلوها مقاطعة واضحة جداً أن الشعب ما يدفع قروشه للناس دي. ففي أشكال كثيرة الناس لازم أن يفكروا فيها وينوعوا أنواع للحراك بحيث أنه يتم حصار أكبر وخنق أكثر لكل المؤسسات بتاعت مصلحة النظام يعني حتى تنتصر الثورة. لما فلو توفرت الأشياء دي وأنا أفتكر أنه من واجب الناس القادرين يعني ومؤهلين لاقتراح تنويع أشكال الحراك لاقتراح الإدوكيشن المفروض يمشي مع الثورة اقتراح التحليل السياسي الصائب اللي بيتوقع سيناريوز يتوقع المسألة الأخيرة اللي هي أنه الثوار لابد من وحدة لأنه لحد الآن يا جماعة في لستة بتاع مجموعات كبيرة جدا جدا تحت اتحاد المهنيين. وأنا أفتكر أنه it's high time أنه يتكون من الناس دي كلهم من خلافهم المجلس لقيادة الثورة. يكون فيه أعداد هائلة جدا من الناس أعداد كبيرة خالص ويكون فيه يعني layers بتاع القيادة بحيث أنه لو اعتقلت أي مستوى من مستويات القيادة يكون فيه ناس مواصلين للثورة. دي حاجة ضرورية جدا جدا. امتلاك الشارع مهم لأنه دي القوة اللي نحن نناضل بها هسا ما عندنا غيرها. أن هذه الوحدة العظيمة الأبرز الشعب هذا التحدي الكبير لا بد من التفكير في إمكانية استمراريته مهمة جدا جدا حيث أنه لو حصل انقلاب قصر الناس قالوا نزل في الشارع مهما تصاعدت من الأصوات المتوقع أنها تطلع ويقول لنا لا يا جماعة قصة خلاص انتهت وكده يكون في قدرة على أنه الشارع مستمر عشان ما يخلص الشارع نفسه الأصوات المتكاثرة كلها. بقف لحد هنا وأشكركم جزيل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. في مواصلة لحديث الأخ أزهري وحديث الأخ باغر عن موضوعنا في ثورة التغيير من أجل الحكم الصالح البجري وربطه بالبجري اليوم في السودان أنه في صورة بدأت تتبلور بصورة واضحة جدا جدا
لثورة شعبية شاملة بيشارك فيها الناس بكل قطاعاتهم، الرجال والنساء والأطفال في المدن وفي القرى بصرامة وبشجاعة شديدة جدا. نحن من الخارج في مأمننا هنا وقدامنا الموية الباردة ما بنخترع عليهم اقتراحات زيادة في الاتجاه ده، لأنه ده بيعرفوه أكثر وهم بيتحملوا مسؤوليته، ونحن قد نكون في رواية متهمين بأنه بنتكلم من الجو البارد أو من المنطقة الما مهددة بأنه يجي رجل أمن ياخذك، وإن كان أساليب السلفيين المتعددة بتخلي أنه الموضوع ده برضو الناس ما يهملوا برضو، يعني ما تجربة خاشقجي ببعيد عن أذان. الشيء اللي ممكن نساهم به وده ممكن يكون مادة للتداول هنا، أنه نحن الثورة الناس اتفقوا عليها وما في أي خلاف فيها أنه في فساد في السودان يجب أن يزول، ده في اتفاق عليه تمام، لكن الغايب أنه ما هو البديل الصالح لهذا النظام الفاسد. ده لحد الآن واضح أنه في فراغ كبير ويجب أن يكون في تفكير فيه، لأنه إذا ما نحن كان عندنا خطة واضحة لبناء الصالح مكان الفاسد الفاسد يجمع عليه. عندنا ثورة أكتوبر كانت شعاراتها واضحة جدا جدا، والناس يجمعوا على إزالة الفساد وأزالوا الفساد وكسروا هيبة الدولة والجيش المسلح، لكن انتهينا بالأحزاب الطائفية اللي شفتوها أخرجت نواب دوائر الخريجين من البرلمان، اللي شفتوها ساقت الأحرار لمحكمة الردة، اللي شفتوا عنها كل أساليب القمع وتشويه الاقتصاد وتشويه الإنسان السوداني. عيدنا التجربة في أبريل 85، رجعنا لنفس المستوى، والمسألة بتاعت الانقلاب اللي ممكن يحصل على الثورة زي ما جونا سوار الذهب وجزولي وأخذوا الحركة كلها في الاتجاه بتاع تهيئة السودان لاستلام الأخوان المسلمين من جديد للشيء الحاصل علينا اليوم. فنحن هسه في السودان في إجماع على إزالة فساد الأخوان المسلمين، والمسألة اللي ذكرها الأستاذ محمود أنه في تشويه بالقوانين الإسلامية للإسلام وتنفير منه، الناس واصلة درجة هسه أنتم قاعدين تشوفوهم في وسائل الاتصال الاجتماعي أنه بيلخبطوا بين الدين ورجال الدين، بين الأخوان المسلمين والإسلام بصورة إذا ما تصحح بيكون في بدي الأخوان المسلمين فرصة للتهريج أكثر. ونحن بنحتاج نفكر في المسألة دي في أنه عناصر البناء شنو بكرة لما يتم هدم هذا النظام القائم. النظام هسه عنده حجج بيطرحها للناس، برضو الناس اللي في الخارج هنا بيحتاجوا، لأنه عندهم فراغ وعندهم المقدرة الفنية يردوا على طروحاتهم دي في وسائل الاتصال الاجتماعي، لأنه الإعلام الداخلي في السودان محتكر بواسطة جماعة الأخوان المسلمين. مثلا هم بيقولوا أنه نحن الأزمة الاقتصادية الحاصلة دي سبب الحصار الحاصل علينا لأنه نحن بنطبق في الإسلام. طبعا الحجة بتاعتهم بتطبقوا في الإسلام دي انتهت، لأنه المظاهرات هسه بيقولوا أنه يعني دارين يتخلصوا من حكم الحرامية، يعني هذه يعني ما مسألة حكم أي شيء، يعني غير أنه أخلاق ما عندها علاقة بالإسلام، فدي انتهينا منها. لكن من الذي فرض الحصار على السودان؟ الحصار ما فرضته أمريكا ولا فرضته إسرائيل ولا فرضه العالم الغربي، الحصار فرضته أيديولوجية الأخوان المسلمين، وده الكلام اللي ذكره الأخ الباغر، أنه الأيديولوجية الفاسدة دي يجب أن تتغسل هي. وإذا كان الناس دارين يطهروا السودان، القصة مش إزالته من السلطة، لأن الأخوان المسلمين إذا هم في الجسم ظلوا، إذا في السلطة أو المعارضة الجسم ده حيظل مريض. فنحن دارين نستهدف الفكرة ذاتها بتاعت الأخوان المسلمين يتغسل من الداخل، عايزين نطلع ويعترفوا بأن الأموال دي مخزنوا وين السرقوها دي، والأراضي السرقوها مخزنوا وين ويرجعوها لممتلكات الشعب السوداني. السودان اختار بأيديولوجيته الفاسدة أن يقاطع العالم. أول ما جاء جماعة دير لما انغزى صدام حسين العراق الكويت هنا أيدوه، فلم يبغى من دول الخليج بتحارب في صدام بالإضافة للمغرب وللأردن والإخلافهم غير أنه يقاطع السودان. يعني ده بنته الأيديولوجية الأخوانية، مش مصلحة السودانيين والاقتصادية ولا السياسية، لكن التهوس بتاعهم خلاهم يأيدوا صدام حسين لتقاطعون العالم العربي.
العالم كله واقف ضد الإرهاب، هون جعلوا الإرهاب مركز ودعوا كل الإرهابيين في العالم وأدوهم فرصة ليغسلوا أموالهم وليستثمروا أموالهم في السودان. بقت دولة راية للإرهاب، بوكو حرام وحركة الشباب والقاعدة وكل التنظيمات الإرهابية اللي في العالم بيشوفوها دي كانت في الخرطوم، وحتى الأفراد زي كارلوس كان في الخرطوم برعاية الأخوان المسلمين. فينتظروا شنو من العالم الغربي غير أنه يقاطعون؟ فيبقى الشيء اللي حصل عليهم في المقاطعة مش يرددوا للناس كأنه والله إحنا لأنه العالم مقاطعنا إحنا اقتصاديا انهرنا، أنتوا لأنكم مهووسين جريتوا على نفسكم حصار العالم لكم. فنحن دي دائما الناس يكونوا خاصة بيمشوا في الميديا يكونوا يردوا على النقاط دي لأنها هي اللي بتأثر على الحركة الشعبية، لما هم يطلعوا يتمسحوا بالدين ويقولوا لهم الحجج السطحية زي دي. بيقولوا أنه أمريكا وإسرائيل وبحاربوا في الإسلام، زي ما قلنا بيحاربوا في فهم متهوس مش بيحاربوا في الإسلام. بعدين هون إسرائيل ما عندهم معهم تناغم، إسرائيل دي اللي انتوا هسه شايفينها يعني هم بيتكلموا عنها في الظاهر أنهم ضدهم، في حقيقتهم معهم منسجمين مع سياستها، وإسرائيل والمخابرات الأمريكية مبسوطين جدا جدا من حكومة السودان. ليه؟ وده ممكن نزل تعرض بسرعة للكلام لما نيجي نتكلم عن التهديدات على عثمان، لأنه الأخوان المسلمين لما جابوا الجماعات دي ودربوها في السودان عندهم قوائم رؤساهم وبيدربوهم ومن وين أموالهم بتجي، فبيعوا منهم شوية بالقطاعي للمخابرات الإسرائيلية والأمريكية. يعني مثلا لما تسمع عنه إسرائيل جات ضربت شاحنة في شرق السودان، المعلومات دي مشت من المخابرات السودانية ليهم عشان يقيسوها، يقيسوها مصداقيته ويفكوا منهم الحصار المضروب عليهم. فهم في انسجام تام معهم. مندوب هنا كان في الأمم المتحدة عروة الفتح عروة، ده الأشرف، ده الضابط الكبير الأشرف على ترحيل الفلاشة. فمن وين هم ناون الإسرائيليين مصلحتهم شنو في محاربة نظام الأخوان المسلمين؟ نظام راكع في الأرض، وده أنسب حاجة مع الإسرائيليين ومع الأمريكان. والأمريكان كتبوها هنا ده في جرايد زي لوس أنجلوس تايمز أنه قال لو طلبنا منهم فايل بدينا 10 فوايد. فالكلام بتاعنا هنا الأمريكا وإسرائيل بتحاربهم ده كلام فارغ ما عنده أي أساس. فالناس البرة هنا حقه دي يردوا على الحجة دي لأنها دي بتستلح ناسكم في الداخل وبتديهم القوة وبيتصرف عنه انه على التهريج اللي بيمارس عليهم هناك. من ضمن كلامه بيقول انه انفصل الجنوب ومشت معه ثروه البترول. طيب ليه هالسبب الجنوب انفصل؟ لانكم دارين تعاملوا الجنوبيين مواطنين من الدرجه الثالثه في بلدهم. في المجتمع بتاع الشريعه الاسلاميه الرجل المسلم في الاول، بتجي المراه المسلمه بعدين بيجي الذمي. انتوا دارين انه نمشي بطرف الشارع، اذا لقيتم اليهود والنصارى فلا تبدأون بالسلام واضطر أحدهم إلى ضيق الطريق. عشان كده الجنوب لازم ينفصل وتمشي معه ثروة الجنوب. فهم العمل ده مش تم لأن الجنوبيين دارين ينفصلوا، لأن الجنوبيين كانوا بيفتكروا دي بلدهم والسودان نظام موحد، لكن جبروهم بهوسهم ليدعوا لانفصال الجنوب. فبرضو ده يخط في عتبة دارهم هم، مش انه كأنه دي الأعذار اللي بيها احنا والله لأننا متبنين الإسلام حصل علينا وحصل علينا والشكاوي زي دي. بعدين قالوا دير السياسيين في الثورة دي، قالوا دير الشيوعيين والبعثيين. هو في خطاب البشير قال انه شكر إسرائيل، شكر الصين وروسيا، ما دير شنو فوكيات دائما دير ما الشيوعيين زادوا، دي ما الشيوعية العالمية. فيعني نوع من السخف الحقيقة. أنا بفتكر من الناس اللي قاعدين برا عندهم المقدرة أن يوصلوا الكيبورز يردوا على المسائل الزي دي ليذكروا الشعب يجوا أنه ديت ناس بيخطربوا، بس ديت الناس اللي بدوا دارين يأدبوا أمريكا وروسيا واستعدوا ليها وجيناك ويدربنا ليك. مشى جلس زي الطفل أمام بوتين قال لي أحميني من الأمريكا. شوف الرجل الأمي ده بالله، يعني تصور شوف سياسة الدولة هذا بالكامل، يعني شكلها انك تمشي تجنب يعني في اجتماع عام احمونا من الامريكان. وبوتين يعني لو جات حرب مع امريكا بيجيب قدام يعني. فيعني نوع من الحجج زي دي حبوا الناس اللي برا ينوروا بها الناس لانه عندهم فرصه اكثر لوسيله الانترنت. برضو التهديد
يعني مثلا لما نطلع زي علي عثمان ده او زي بتاع مجلس الشعب يهدي ويقول عندنا مجاهدين بارواحه، لا ليه احنا ما في مرحله قبل الارواح؟ طلعوا بس القروش بتاعت ماليزيا دي ودبي، ليه ماشيين للحاجه العاليه دي؟ احنا دارين حاجه اقل لو دارين يجاهدوا. هي الاموال دي ذاتها وين؟ وين اموال الشعب؟ اموال الشعب عند الاخوان المسلمين، عند عوض الجاز وعند علي عثمان وعند اخوان البشير وعند الجماعه دي. ما عايزين ارواحكم يا اخي، ما تجاهدوا بالموضوع كله، بس طلعوا جاهدوا باموالكم. فيعني ده نوع من الكذب. بعدين هو لما يقول انه عنده مجاهدين، كان وين لما جون قرن كان بيهزم في قواتهم دي وركعوا وجاء سيلفاكير نائب اول رئيس الجمهوريه؟ وين القوات المجاهده؟ وين هسه دي اراضينا محتله بواسطه المصريين في حلايب؟ وين؟ ايش معنى انت تستأسد على شعب اعزل؟ ودي من الحاجات اللي عمقوها الناس هسه في ثورتهم، انها سلميه سلميه. ناس بيقولوا نحن سلميين وبيطلعوا باياديهم، انت بتهددهم ليه؟ اذا انت عندك قوه ورد فعلا دارين يمشوا يستشهدوا، هذيك اراضينا محتله امشي عليها. وشفناك لما مشيت غابه الجنوب جيت تكذب على الشعب بانه الملائكه معاكم والمطر بيجي والقرده بتفجر لكم في الغار. فده كلام فارغ ما عنده اي قيمه. وبعدين مين ادرى علي عثمان؟ علي عثمان ذاته انا شخصيا لو كنت بجاهد معه ما بجاهد معه. ليه؟ لانه علي عثمان لما رسل الاولاد يمشوا يقاتلوا في اديس ابابا يقتالوا حسني مبارك ولسبب او لاخر نجوا، ده كلام الترابي ما كلامي انا. قال نزل علي عثمان كان رايهم يصفون. طيب ليه ذاته بياته حق ذاته اي زول عاقل انه ده يكون قائد في الجهاد؟ اذا انت مرقت بتضحي بنفسك في سبيل الله زي ما هم قاعدين يكلمون ونجيت من القتل، بيجوا يقتلوكم لسبب واحد عشان ما تقول اسمهم. اللي بيقول الكلام ده كان خايف انه اخوان يضحوا بارواحهم. اللي بيقول عنها في الاسلام لان تنقذ الكعبه حجرا حجرا اهون على الله من قتل مليون مؤمن. انت عايز تقتلهم لانك عايز تختفي، لانه لو انت قعدتهم لو هم عاشوا حيقولوا حرضنا على عثمان ونظمنا على عثمان ومولنا على عثمان. مش لله ولا النبي ولا اي شيء. انت ما مستعد تموت. ولما مشوا ماتوا الاولاد في الجنوب وماتوا في محلات مختلفه وفي دارفور ما مت انت. انت قاعد باستمرار بتجيبهم هنا عشان يمشوا، والبيك راجع حي داير تمشي الصفي انت. فده تهريج فارغ ما عنده اي معنى. نحن بنرجو ان الناس ينوروا الناس في الداخل، وهم متنورين زي ما قلت نحن بنخترع عليهم، وهم ادرى بمسائلهم دي كثير في بعض الاحيان مننا. فاذا كان المساله دي مشت وربنا وفقنا مسالتين، الاجماع على الفساد بفتكر انه تامه بصوره كافيه. انها سلميه سلميه دي تامه بصوره كافيه. انه اشتراك المدن والغرى فيها لاول مره الغرى يعني تسهر بصوره ظاهره جدا جدا دي صاهره فيها. ما اصبح الناس بيخدروا بالدين حتى في يوم الجمعه في صلاه الجمعه ممكن يتكلم مع الامام ويوروا انه مهرج وانه ما بقيف المواقف اللي بتشبه رجل الدين الحقيقي، انما بتقف موقف الرجل اللي بيتعيش وبصلي بالقروش مش لانه لله الله والنبي. فديل اذا المسالتين ديل ربنا وفقنا ووفق الشعب السوداني بيزول النظام، لكن المساله الجوهريه اللي لسه ما اتجاوبت كيف يبنى الصلاح مكان الفساد؟ الناس اللي بيجوا باقتراحات زي حكومه تكنوقراط وخلافه وخلافه، طبعا الموضوع ده ما اعتقد انه بالبساطه دي كده الناس السلطه دي بس بيجوا يلقطوا يشوفوا التكنوقراط الزول بتاع في الاقتصاد ممتاز يجيبوه يقعدوه كده وكانه بيجي براه يعني يقترح نفسه ويجيب شهادات ويكون في لجنه انترفيو. يعني الموضوع ده في النهايه بيرجع للاحزاب، بيرجع ناس حزب الامه والاتحاد الديمقراطي اللي انتم هسه شايفينهم كانوا بيعملوا في شنو؟ اللي اشرف في بعد اكتوبر على قمع الحريات بصوره كافيه جدا جدا دي الناس الحقيقيه. التكنوقراط ذاته الدائري يجينا برضه عشان يكون عنده لاند كروزر بتاع المكتب وعربيه ثانيه لاسرته، والاثنين عندنا سواقين بيدفعنا الشعب السوداني والكوبلان البنزين الشعب السوداني ده ما يجينا بيفنوا ده ذاته الله يعينه يشتغل به في اوروبا ولا في امريكا هنا. لانه الموضوع مش التكنوقراط، الموضوع الاخلاق. الأزمة دي في النهاية تحليلها هي أزمة أخلاق.
نحن في السودان ما ناقصنا الموارد. انا قاعد في الخليج، الكوبايه زي دي بريال، الجالون فيه 10 ولا 15، اغلى من البنزين واغلى من اي وقود. عندنا نحن في السودان لم نتوفر مياه جوفيه، مياه سطحيه، مياه امطار، مياه انهار، عندنا المويه دي بس. عندنا الاراضي الزراعيه اللي ممكن لو تنظمت الزراعه فيها نحن يعني نكون من اغنى الناس. الازمه حقيقه ازمه اخلاق. وازمه الاخلاق اذا ما الناس عاشوا هم الاخلاق في نفسهم ما تتحل في الخارج. الازمه السياسيه دي ذات ازمه داخليه، ازمه حب السلطه دي ازمه داخليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول انا عبد اكل كما ياكل العبد واجلس كما يجلس العبد، كان يرقع ثوبه ويحلب شاته ويرتب على دابته. مع انه هو ممكن يحول الجبال ذهب. وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فاراها هي ما شمل. او زي ما بقول ما احنا نحن جاته الجبال محموله مال ذهبا خزينه طاها بجمال ما لها مال قلب الرزينه. نحن دارين زول عنده اخلاق عشان كده ما يهبش لنا قروش الشعب. نحن كلنا عند عرضه للفساد. الليله ما فاسدين لانه ما في ما عندنا سلطه، انا ما ماسك اراضي الخرطوم. لو مسكتوني اراضي الخرطوم بسجل منها جزء لخالاتنا واولاد خالاتنا زي وزي الاخرين. الا اذا كنت انا اوي الى ركن شديد. يعني مش الناس يفتكروا بالامانه كده انه والله يا اخي لو جبناهم تكنوقراط بدل الجماعه دي الموضوع بيتحلى، لا ما بيتحلى. اذا انا داير اسافر درجه اولى على حساب الشعب السوداني في الطائرات واسكن في فنادق خمس نجوم انا ما حل مشكله السودان. لانها مشكله السودان مشكله انتاج اكثر واستهلاك اقل ويبتدي من القمه. المساله دي احنا بنقول مساله اخلاقيه. والمساله الاخلاقيه نحن بنرشح لها حاجه واحده. الصيام والقيام وفق المنهاج النبوي. عشان نبني صلاح محل الفساد دارين نخلق انسان صالح هو في نفسه. يكره حق الناس ويشتغل للناس ويتحمل اذاهم ويوصل لهم الخير. ده الانسان دارين يكون بكره مسؤول، وأن الوظيفه دي تكليف. هو يساهر الليل وما ياخذ من حق الناس الا ما تقتضي ضروره الحياه. أن يتساووا السودانيين في الفقر إلى أن يتساووا في الغنى. ولذلك الثورة بتاعت ابتلاع الفساد نرجو أنها تمشي لمداها، لكن في نفس الوقت احنا بنطرح أنه لابد أي واحد فينا إذا رجل أو امرأة أن يفكر في أنه بناء الفساد مكان بناء الصلاح مكان الفساد. إذا ده ما تم حننتكس، وصورة الانتكاس حولنا قاعدة. يعني إذا كان في اليمن أو في العراق أو في سوريا أو في كده موجودة. فنحن شعبنا السدي بيقدم نموذج جديد، بيقدم نموذج مسالم في الثورة، بيمثل تحدي لكل هذه الجعجعة باسم الإسلام، بيقدر يميز بأنه القصة بتاعت الدين دي ما تخدره وما تبقى له حاجز عن أنه يرى أنه دي المفسدين، لكن في نفس الوقت ما داري أنه يمشي للمدى اللي يفتكر أنه الدين ورجال الدين كلهم يزعمون. لانه غير موضوع الدين في فهمه الصحيح اللي بيقوم على انك انت عايش من اجل الاخرين وانه خير الاخرين بيرجع لك، انك ما بيجيك مباشره انما انت بترميه بعيد عشان يصلك راجل. اذا ما جات القيمه دي في العمل موضوع ثورتنا دي كله ثورتنا او ثورتنا ممكن تنتكس، وممكن يجي جماعه باشكال مختلفه. بعدين الاخوان المسلمين الكادر الشغال ده برضه في كادر سري زي ما قال لكم عادل عثمان. بكره بيجيبوا هم ذاتهم في النقابات وبيتولوا الحديث في المنابر وبقدموا نفسهم بدايل. وهسه انتم شايفينهم يعني هسه وسائل الاعلام لما تيجي ما بتفتش عليهم انتم. بتمشي لبيت الصديق المهدي وبتمشي لمبارك الفاضل وبتمشي للجماعه دي نفسهم اللي غازي صلاح الدين كل واحد فيهم هسه دي كانوا دارين يجينا زول جديد كانوا. فدي برضه الناس لابد يكونوا حذرين في عالم مين اللي بكره بيجي، والا انه الخوف من الانتكاسة دائما قايم. فده يكون في بالنا. انا كان في بعض الاشياء كان في ذهني امر عليها، لكن عشان الاخذ والرد خلي بعض النقاط تكون اكثر وضوحا. فبكتفي بكده وشكرا لكم على حسن الاستماع. طيب نفتح باب الاسئله. تعليقا. طيب
واي شخصيه يعرف نفسه. السلام عليكم. طارق هاشم. الفساد actually understatement، هو ما فسد، هو ناتج. وبعدين الدين ما بالضروره يكون جزء من المجتمع، ممكن فصل السلطات. هنا ما في دين، الناس عندها فصل بين السلطات في اجهزه رقابيه، ما بالضروره تكون تصالح. مثلا اساسا القانون ممكن يلعب ولازم تحترم القانون. فاساسا موضوع الدين ده اساسا من الواضح انه كل الشعوب العربيه حاولت، الواضح انه مرجع الناس لورا. فالحل الوحيد انه يكون في ديمقراطيه، كل الناس سواسيه امام القانون، ما في داعي لشريعه ولا حاجه. يعني الشريعه يفترض تلغى، لانه اساسا الشريعه اللي هم جابوها دي او جابها جنير زمان كانت نسخه مشوهه، واساسا ما في نسخه محدده من الشريعه، لانه الفقه الاسلامي اساسا وقف في قرون فاتت لغايه ما يطوروه اهو بما يجربوا في الناس. فأمريكا مثلا، كل الدول الأوروبية، الدول الثانية كلها دول ديمقراطية فيها فصل بين السلطات، فيها أجهزة رقابية، ما بالضرورة إنك تكون أنت صالح عشان ما تسرق، لو سرقت تدخلوك السجن. شكرا. كان هذا الأخ طبعاً طارق دخلنا في التفاصيل. أول حاجة فصل السلطات ده ذاته نحن بنفتكره نظام إسلامي. والأخ طارق لو قرأ كتاب لوسوس للسلوك السوداني احنا كجمهوريين يعني فيه كلام واضح عن فصل السلطات، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. ده ذاته دين اللي احنا دايرين عنه. الأخ طارق طبعاً احنا عاذرينه لأنه درس الفقه في السعودية يعني. أنا دارين إحنا ندينا فرصة يدرس كلام من إحنا، لأنه ده درست في السعودية ده ما الدين. ده فهم الناس المتخلفين ده للدين، يترك في عدم الدار. الإسلام في المستوى اللي بتطرح الفكرة الجمهورية فيه فصل بين السلطات تام. السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. ده إسلام. الديمقراطية إسلام. صحيح في القرن السابع نحن ما نتكلم عن الشريعة، نحن نتكلم عن السنة النبوية، وده كلام طويل يعني عشان كده بقول لك. نحن نتكلم عن الديمقراطية. الديمقراطية هي حكم حكم الشعب بواسطة الشعب لمصلحة الشعب. والأستاذ محمود في كتاب أسس دستور السودان ده قال إنه السودان ده ما يتحكم من مركزية واحدة، لأنه السودان مترامي الأطراف. ويكون يتقسم لخمسة ولايات، شمالية وجنوبية وشرقية وغربية ووسطى، وتتقسم كل ولاية لمقاطعتين، وتكون في حكومات الحكومة المركزية، حكومات الولايات، حكومات المقاطعات، وحكومات المدن، وحكومات القرى. ويمشي الموضوع ده حتى يشارك كل شخص في الحكم. هذا نظام إسلامي بالفهم اللي بيطرحه الأستاذ محمود. يعني الديمقراطية، لكن هي عمل أخلاقي. هسه هو قال إنه والله هنا في دول زي امريكا مثلا ما في فساد، ولو فساد تعمل فساد بحاكمه. هنا الفساد قانون ذاته. كيف؟ ده سؤال وجيه. ده سؤال وجيه جدا جدا. كيف؟ يعني يدوك انت تكون مثلا عضو في الكونغرس مثلا لمده 8 سنين. والقانون بيسمح لك تكون لوبيست. ده تقنين للفساد. يعني بقى قانون. اذا قال ترامب مثلا لو خسرت 90 مليون في السنة دي that's okay، أخصمها من الضرائب بتاعتك في السنين الجاية كلها، تستمر 15 سنة أنت مليونير بتدخل، بيكليم كل وقت أنك إذا كان عليك 3 مليون تدفع ضرائب، تخصمها من الخسارة بتاعتك اللي كانت في السنة اللي فاتت. ده قانون، ده فساد يتغنم. وقيس على ذلك ممكن 51% في البرلمان يغرروا اي عمل اخلاقي طالما اغلبيه انت لو ما نفذته انت الغلطان. وممكن تجي هسه شوف القوانين اللي قايمه على البنوك. البنك الليله قانون بيحدد لك هو النسبه بتجيب 0.2% يعني 2 من 10%. ده اذا انت ضعت مدخراتك عنده.
إذا استلفت منه بدينك ب7%. ده قانون، ده فساد. أن تلوي عين ذراع الشعب لمصلحة الرأسمالية الكوربريتس، ده فساد. يعني ممكن أخش معاك في تفاصيل كثيرة جدا جدا. إذا شفت شركات التأمين، شركة التأمين اليوم قانونا أنت لو أمنت عربيتك ب$500 في السنة، عملت حادث بيرفع البريميوم 500 دي اتشالت اتخطت، كأنه دينك أنت الخسارة. يعني بيدفع عليك الألف للشخص اللي أنت ضربته مثلا، لكن بيزيد لك $30 في الشهر، فكأنه ديك شلناها انتهينا منها، ديك أنساها. من دي من هنا ورايح هندينك ليه ونخلص منك، ده قانون. فانت القصه بتاعت النظام الغربي ده لو احنا دايما نخش تفاصيله، فيه تفاصيل كثيره جدا جدا بتوري ان احنا ما حقنا نمشي في الطريق ده. وده كلام الاستاذ محمود قال انه ما تمشي في الطريق المسدود بتاع الحضاره الغربيه، لانه احنا عندنا الطريق اللي ممكن يقيم الاخلاق والحاجات اللي انت بتفتشها في المساواه وفي الاشتراكيه وفي الديمقراطيه موجوده فيه. وده ممكن يكون فيه تفصيل، عشان كده هو لما يقول لنا الشريعة ما في اتفاق عليها، الحقيقة الشريعة من الغرب السابع ما اتطبقت. هل انتم بتسمعوا كل ده كلام ساكت؟ يعني إذا كان في شريعة في السودان نائب رئيس الدولة الإسلامية يكون مسيحي، تسمع تبقى فيها شريعة؟ ما كان ممكن سلفاكير يكون نائب رئيس الجمهورية الإسلامية. فالبتين ده ما شريعة، والأفهام المطروحة دي الليلة ما حدش فيهم فصل للناس انه شنو هو الحل من الشريعه. لكن خطب فارغه جوفاء ما بقوله. لكن على اي حال الشيء اللي بيفتش عليه ولا طارق موجود في الدين، ولذلك بتحتاج تبعده. وده يعني بدي كلام كثير على التطور وعلى الانسان الران على قلبه، المساله السيكولوجيه اللي ما بتتعالج بالقانون. يعني حتى القانون ذاته ممكن تلتوي عليه وفرص، الكلام فيها كثير جدا جدا. انت شفتون هسه اللي على الجلسه ضد القانون بيعملوا في شنو؟ فدي موجز. انا ما اقدر اطول في النقطه دي عشان برضه يكون في فرصه اكثر للنقاش، لكن اللي اختار ممكن لو في فرصه لقدامنا نفصل معاه. طيب اي سؤال؟ السلام عليكم. 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 الربط داير، بس انه بيختلفوا. انا في رايي من بدري انه الجمهوريين بيختلفوا، لانه قاعد يفكروا يعني شو الناس مفكرين، وفكرته دار اصلا هي خارج الاطار التقليدي بتاع الدين. يعني فيها تاويل، فيها شطح، حتى المقوله بتاعت الاستاذ دي يعني هو نص. هسه الشعب السوداني كله مغدسه بغض النظر، مع انه الجمهوريين مأبلسين يعني في الثقافة بتاعت السودانيين يعني بارزة، لكن هسه طوالي يقول لك الأستاذ محمود قال كده، الأستاذ محمود قال إنه نازل حيقتلوا من السودان. طلع طب أنت مؤمن بالمقولة بتاعت الأستاذ؟ أنا سؤالي هي هل سبحانه وتعالى يعني غال آخر ما لديه؟ يعني خلاص هنا الدين ده والحاجات دي المفروض نحل مشاكلنا هنا في النصوص القرآن يعني، ولا الوحي عنده اشكال ثانية؟ يعني هل كلام الأستاذ تبصر يعني بس يسموه الناس؟ يعني مثلا أنا منتظر من التلاميذ الأستاذ يسموا لنا المقولة دي شنو يعني؟ أتليست حطوا علينا في كاتيجوريز، هل هي تبصر وبصيرة؟ يعني هو قراية تعدلون سياسي عنده، لأنه الأستاذ في العمل السياسي من قبل الاستعمار، فبالتالي عنده تراكم وخبرات بالتاكيد ما هي اللي بتخليه يكون عنده الحكمه والبصيره اللي هي بتكتسب عن طريق التجربه والتعليم والممارسه. ممكن تقول كلام او بصير وران واحد،
يعني ما قال لي يعني كلمات فالي. حتى نحن هسه الناس الفلاسفه اللي كان عندهم اللي كان عندهم كلام كان بيجي كارل ماركس كان غيرهم نصوصهم شغاله يعني مغني عن الكاستر في نصها يعني تقريبا. فانا عايز اعرف يعني النص اللي قاله الاستاذ اللي هو تاخذ منه عنوان الندوه هل هو شنو يعني؟ يعني سراي ده دي ميثولوجيا بس انا هو بحب يعني جزء بيكون من التنظير في يعني في فلسفه في قرايه للحاجه دي برا يعني نحن لانه بتعاملنا مع النص بتعامل مباشر ولانه فعلا هو قدامنا بيتحقق وكده يعني. بالنسبه للحاصل في السودان ده انا افتكر انه الشعب السوداني يتفوق اخلاقيا على الحركه الاسلاميه لانه نحن طلعنا مسالمين وانتم بتضربونا بالنار بالرصاص يعني وبيردد هو الرئيس بتوعد وعلى الاسباب بتوعد والراجل اللي اسمه الفاتح عز الدين قال لنا هذا دول بيتكلموا اللي قال لنا عندنا مكانات تدير رب 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 حنطبع نوصل قروش السقف 100 حنطبع قروش يعني. وده رئيس برلمان وده دور في البرلمان المفروض يجي ميزانيه وكده ودي انا في رايي انه يعني هل احنا بجد من المهمه السلطه الديمقراطيه دي اللي يشوفوا لنا التكاتف المتبادل يعني قصته الشروط الدنيا دي لانه كل مره انا بتفاجئ بقول ده دكتور فهد عز الدين قال ده يطبع قروش ويعني على قروش ميه وبعد ده كانت الشهاده دي فيعني وحاجه ثانيه من المهام اللي اتفقوا انا في رايي انه يعني مثلا في اكتوبر عندنا شهداء مشينا خليناهم في ابريل عندنا شهداء واتخذنا منهم انا في رايي واحد اجندر واحد للسلطه الانتقاليه تخليد اسماء هؤلاء الشهداء مؤسساتنا مدارسنا شوارعنا جوامعنا جامعاتنا المفروض تسمى وده طلب من واحد لو بس حاجه أصلاً نحن لدينا تلينا ولدينا لأنفهم مهات بيكو يومي يعني قدر ما نحن عايز نصورهم في أسر الربعين ولدنا الوحيد يصرف عليه وفي الجامعة كتلونا ديل فنحن دايرين أن نفهمنا ديل وتدخل وتضمنه للتاريخ واحدة من يعني الغرارات الفورية ما نحن عندنا شريعة فورية يتضمن في مناهج التدريس بتعدى ثورة دي ثورة أكتوبر وأبريل والثورة الحسن الدولة دي والدوكمنت دي بتاع السودان اسمي اي شعب سوداني قاعد يكتب في تاريخه يعني انا ما حكتبوا نفس الاقوياء ولا السلطات ولا القوى التقليديه التاريخ السودان ده قاعد يكتب فيه يوميا في الانترنت والانترنت دي مطمئنه تكتب فيها حاجه 100 سنه قاعد ثانك يو البجري الآن في مصر حقيقة
يعني هم ضربوا طبعا ضربة أمنية أو عسكرية وكذا، لكن بدأوا سقطوا من الناحية الفكرية وتفسقوا كتنظيم، وظهر فيهم يعني شباب متمرن وابتدوا ينقضوا نقد كبير جدا أنفسهم وقياداتهم اللسع في السجون القطبيين دي. ولكن أهم من ده كله أن أول مرة في العالم الإسلامي ده كله أن الأصوات الإصلاحية داعية لإصلاح جذري في الدين بدأت تكون عندها إطلالة من خلال الناس ميديا، من خلال التلفزيون. التلفزيون ده ما كان محرم على أي إنسان بيتكلم في الإصلاح الديني، محروم من أنه يكون في تلفزيون ولا يخش في فضائية ولا يمشي في راديو ولا كلام زي ده، لأنه كنا عارفين الوضع كله في العالم الإسلامي. الآن ده الحكاية دي انفتحت، ففي أصوات لحد الآن مثلا زي إسلام البحيري، زي محمد شحرور، دي أصبحوا نجوم فضائيات في العالم العربي كله، من الكويت للأمارات لمصر لكده، وبيسمعوهم الناس بالملايين وبدوا يأثروا. أنا شخصيا بفتكر أنه الترند حيستمر، والجمهوريين كأصحاب فكر إصلاحي لابد من أن يكونوا جزء من هذا الحوار، ولابد من أنه يكون في إطلالة من خلال الناس ميديا، وده راح يحصل. نحن لو أسسنا لدولة ديمقراطية حقيقية في السودان بتبدأ بالإصلاح الإعلامي. أنا مثلا شاهد على تجربة غانا في التسعينات، سنة 1999 أنا مشيت جامعة الأكرم وقعدت فيها 3 شهور أزفر في الجامعة، وكنت دي كانت المرحلة بتاع التحول الديمقراطي هناك. الشيء الوحيد اللي بعمل، مش الشيء الوحيد، واحد من أهم الأشياء اللي بعملت أنه فتحوا الفرصة للناس يأسسوا راديوز اف ام. جو الغانيين من جميع أنحاء العالم، كان في أمريكا وكان في أوروبا، رجعوا خصوصا الإعلاميين أسسوا الـ FM's دي، وابتدت تبث بتتكلم عن أي شيء، الفساد، تسمية الناس بأساميهم، وبدوا التسريبات تجي للراديوز بوثائق من داخل المؤسسات. الناس اللي كانوا صامتين عمرهم كله يبتدوا يسربوا في المعلومات، أي إنسان عنده في يده حاجة بتاع الفساد وصل للميديا. الميديا ابتدت تتكلم عن الإصلاح الثقافي، يتكلموا عن العادات والتقاليد، يتكلموا عن الديانات كلها، المسلمين، الإسلام، المسيحية، وذر الدين الإفريقي التقليدي، وذر أنه ده دي ديانات يعني مستعمرة لنا ولا وافدة ولا هيمة علينا، هذا الدين بتاعنا ده فعلا دين يعني ما نقبل أحكام الأديان الوافدة دي عليه، كلام زي التقاليد بتاعتنا، شنو الصالح وشنو الطالح، اللي بنخليه شنو، اللي بنناقش شنو، الأمراض الاجتماعية كلها، القضايا الثقافية، قضايا الفساد، قضايا السياسة. المسألة دي أحدثت حقيقة ثورة تعليمية حقيقية وثقافية حقيقية في البلد. البلد تاني انفتحت، يعني أنا في 3 شهور دي أي حضرت يعني ما في إنسان فاز بجائزة نوبل مثلا للأداء ما جاء وقدم ندواته في المراكز الثقافية وفي الجامعات الغانية. البلد انفتحت انفتاح ثقافي كبير جدا جدا، والشباب ديل والطلاب بتاعين الجامعات وخلافهم بيمشوا ليحضروا المناسبات الثقافية دي بالمئات. فنحن محتاجين لحاجة زي دي، لأنه لو يعني لوقت طويل جدا ظلوا الإصلاحيين بيكتبوا وبينشروا وبس، حتى لو سمح لهم بأنه ينشروا، وأغلب كتب المحرمة في أغلب البلدان يعني كويس. الجمهوريين واضح كانت مناهجهم هي شنو، عشان ما
لكن ما حصل يتكلموا في إذاعة ولا في تلفزيون كويس. كنا بنكتب الكتب وبنمشي للناس يعني، بقينا كلنا تحولنا كتنظيم بحاله رجال ونساء إلى مكتبات متحركة عشان نمشي للناس نشارك لهم في الشوارع ونديهم الكتب عشان يقروا. فده كله ممكن كان من خلال راديو تكلم الناس صباح مساء. نحن شايفين مثلا زوجة القرضاوي ده أخو مسلم عتيد جدا جدا، كان عنده برنامج من أكبر فضائية ببث جهالاته وسمومه وفكر الأخوان المسلمين المريض ده لكل العالم الناطق باللغة العربية. الفرص اللي جوها الناس دي لو أصلوا عندهم أي فكر عنده قيمة كان كافي جدا جدا بأنه يعني يحول الناس تحويلات كبيرة جدا، لكن لا ما عندهم. وأنا أفتكر الناس اللي عندهم أفكار حقيقية ممكن يقدموها للناس زمنهم جاي، ما جاي بس في السودان، جاي في المنطقة ككل، وهم على عهد بتاع الحسار وسينحسروا وسيزولوا. نقطة صغيرة جدا في موضوع أنه نحن محتاجين قصة ما محتاجين لناس يكونوا صالحين أو أخلاقيين زي ما ذكر داري مثلا، وأنه بس كفاية الديمقراطية والشفافية ودي تقبض الفاسد وكذا. أنا أفتكر المسألة دي يعني ليس هناك شيء أبعد عن الحقيقة منها، لأنه نبما داري وضح حاجة محددة أنه يعني كيف أنك أنت تكون أخلاقي أو الوسيلة اللي تحقق لك أخلاقيتك إيش. لكن أنا شخصيا بفتكر أن مشكلتنا في العمل العام، وأنا زول من الجمهوريين اللي مركت أشتغل مع الآخرين في العمل العام في السياسة تحديدا، انضميت لحركة حق وتعاملت مع مولانا محمد السوان المرة اللي كنت كطبه بيدي لمستو كويس، يعني حاجات كثيرة جدا شفناها وشفنا اطلعنا عن قرب. عشان كده أنا التجربة دي يعني بفتكر أنها كانت مفيدة لي جدا، لأن أزروايز ما كنت حاعرف على الإطلاق، لأنه مهما كانت تصورت الناس المتصدرين العمل العام عدم احترام للكلمة، يعني الغش، عدم احترام المواعيد، أي شيء يعني ممكن تقيف في حتة خلي الفساد المالي والمسائل الثانية والبيع والاهتمام بالقضية الشخصية على حساب القضية العامة. لو ما عندك منهج ما للتأمل للنظر الداخلي لمناقشة عيوب الذات you cannot بتبقى مؤهل للعمل العام. أنا بقول الكلام ده لأشياء كثيرة جدا لمستها بيدي لمسة اليد، لأنه الزول ما ممكن لمجرد أنك أنت متعلم وتخرجت من الجامعة تقوم تقوش عينك من الصباح من النوم ودون أنا دار أبقى ممكن أبقى في العمل العام، لأن العمل العام بخدتك مع الناس وبخدتك مع جميع أنماط البشرية والأفراد والبشر وبيمتحنك امتحانات كبيرة جدا جدا. فلو لم يكن ليه أول حاجة الضيق بالبشر ذات شفناه، نحن شفنا ناس والله يكون نعدهم لكن تنقضوا أقلنا، يقول ليك والله أنا لو في طريقة كان أخنقك كده ده سمعنا ناس كبار جدا مثقفين كبار جدا عندهم أسماء كبيرة جدا لا يحتملون النقد مثلا كويس. فأنا الشيء اللي اقتنعت به أنه لابد أن يكون للبني آدم العزياء لنفسه عشان يتعامل مع الناس عشان يكون مؤهل للعمل العام عموما، وهو عمل مع البشر ومع مسؤوليات جسيمة جدا جدا بدون منهج ما
للنظر الداخل مناقشة عيوب الذات ومحاولة حلحلتها. خليها تكون طريق محمد ولا طريق عيسى بن مريم ولا فلسفة بيسموها يوغا ولا أي حاجة بتاعت أنت بتخدك مع روحك تواجه عيوب ذاتك تحاول تحلحلها تأهل نفسك للعمل العام. شكرا جزيلا. واصل في بعض اشتغال بعض النقاط عشان ندي فرصة أكثر. بيقول إنه العبارات دي جاية من إيه يعني الأستاذ محمد عنده بصيرة؟ نعم عنده بصيرة. ده صار جديد يعني. الأستاذ محمود ببساطة بيفتكر إنه الإنسان ممكن يكون عالم علم الله وقادر قدرة الله. وده الكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما زال عبدي يتقرب إليه بنوافل حتى يحبوه إذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يسعى بها. فاللي يشوف بعين الله يشوف يوم بكرة يشوف اللي يحصل في جهة. بعدين إحنا ما قاعدين نتكلم عن الأستاذ محمود وبقدراته وكده، بس إذا كلام مكتوب يتفسر لنا أنت. هو قال إنه الجماعة دي حيستلموا البلد ولو بالقوة العسكرية وحيعيشوا فيها فساد وسيطيلوا نهارها إلى ليل وسيزيغوا الشعب الأمرين وسيقتلعوا من أرض السودان. شوف كم منا يتحصل الفاضل منه كم، وانت فسروا لنا برضو إذا كان عندك تفسير. لكن احنا بنقول انه بيمشي على المنهاج النبوي ربنا بيفتح بصيرته. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. الأستاذ محمود سنة 67 طلع كتاب اسمه شيخ الشرق الأوسط وكتاب آخر اسمه تحدي الزيوية العرب، وقال أن احنا بنقترح عنه العرب أن المشكلة مشكلته مشكلة إسرائيل. إسرائيل عرض المرض، المرض أنه العرب بلدوا من الدين، حلوا ويرجعوا لي الله ويرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحل العاجل نختلف عليه أنه يمشي يخش في تفاوض مباشر مع إسرائيل على أن ترجع من حدود 67 56 و48 ترجع لقرار التكسير بتاع الأمم المتحدة الأول في سنة 47، وأن يرجعوا الفلسطينيين الذين هؤلاء يجبروا على الهجرة، وأن يعوض من لا يرغب من لا يرغب في الرجوع. لكن كتب في كلامه ده قال العرب لم يرغبوا بهذا وإسرائيل ستنال اعترافه بدون أن تدفع الثمن. وده الحصل. لما الأستاذ قال كلام ده أي داعي يتكلم ولا ما داعي يتكلم يتكلم ضد هذه الشيوعية الصهيونية وهذا هو الاستعمار وهذا هو يتحدث وكلام زي ده. سنة 2002 اجتمعوا العرب في بيروت وقالوا أنه بيقبلوا السلام مع إسرائيل على أن ترجع لحدود 67. جاب عبد الله بن عبد العزيز كان وقتها ولي العهد بقى كتاب الملك سموه المبادرة الشجاعة. لما الأستاذ محمود قال ارجع لحدود 47 قالوا دي الإمبريالية ودي صهيونية وده كلام. لما قال الزول ده ماسك مال يجيبوا ريالات قالوا دي حكمة العرب مبادرة شجاعة. لكن الكتب اللي يقولون العرب حيعترفوا تضيفوا للغايبة بدون ما إسرائيل تدفع الثمن. يتكلم في كتاب التنمية الاجتماعية الدين والتنمية الاجتماعية عن الدول اللي حولها. الكلام ده كتب سنة 74 أنه من الدول اللي بتكون حول السودان إريتريا. إريتريا استغلت في سنة كم؟ 91. يتكتب في كتاب الشرق الأوسط سنة 67 أنه الاتحاد السوفيتي ده موضوع انتهى والصين لن تجد الفرصة التي وجدها الاتحاد السوفيتي. وده حصل. أكبر شريك تجاري اليوم للولايات المتحدة هي الصين الشيوعية. فأنت لو 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 قريت الكلام ده فسر لنا أنت. إحنا بنقول إنه أنت إذا كنت على علاقة بالله وعلى النبي بتعرف بيكون عندك بصيرة وبتقدر تستغرب واقع الناس بقراءة صحيحة ومستقبل الناس بقراءة صحيحة. ده فيما يخص موضوع التوصل. بعدين هو قال انه جاء قال في كلام عن وضع السياسه الراهنه وده الوضع اللي احنا جينا نتكلم عنه انه في ثوره في السودان وبتبشر بتغيير. ونحن دائما نتكلم عن انه الناس اجتمعوا على الفساد في السودان تمام بيبقى واضح لهم وانها ثوره سلميه ودارنا تمشي لمدار لانها تقيم الصلاح مكان الفساد. نحن نرشح المنهاج النبوي للاصلاح. لكن برضه نسمع من اي زول عنده
برنامج بيعالج المشكله السيكولوجيه اللي بتخلي كل من يستلم السلطه يفسد واللي بتكون سلطته مطلقه يكون فساد مطلق. نقطه قبل ما ننتهي من الموضوع ده، قصه انه الناس اللي بتدارها تعرضت لها فكره في ذهننا تعرضها في المقدمه، انه ناس البشير بيقولوا انه الدائره غيرنا يجينا في الانتخابات 2020 انه كلام انتخابات 2020 انتوا ما دار الانتخابات، انتوا عندكم ميليشيات مسلحه قاعده تتقال عليها على عثمان، وعندكم التلفزيونات محتكرينها، وعندكم الجرايد محتكرينها، وعندكم ناس الامن قاعدين بيسنسروا في مواضيع الجرايد في مكاتبهم. بعدين هو ورونا انه مين من وين الفكر الديمقراطي في الاخوان المسلمين، انت جيت بانقلاب عسكري. ايه انت خليك تتكلم عن الديمقراطيه بعد 30 سنه، مين في تاريخ البشريه مين ادم الى اليوم ماسك البلد 30 سنه ورا بعض بيتكلم عن الديمقراطيه؟ ده فيها تجربه فيها تكتب. بعدين هو مش انه ما بديها لغيره، هو ما بديها لاخوانه، هو بيتبادلها مع اخوانه الكبار منه جابوا التلاميذ جندوا ما بديها لهم، عايز يديها لناس الاحزاب الاخرى. فدي برضه من الهرطقه اللي برضه برددوا فيها، حق الناس برضه يردوا عليها في الاسافير المختلفه. عندنا لوحة هناك مكتوب فيها نادى إسرائيل الاعتراف الكامل من العرب من دون أن تدفع أي ثمن مقابل. على كل في النهاية مروا عليها. ما شاء الله يشوفهم جبال مصطفى زايد من بوسطن. يبدو أن المسألة يعني فعلا مسألة مراقبة ومسألة فصل السلطة وكذا، برضو مسألة أخلاق، لكن يبدو برضو أنها مسألة استنارة. فأنا خلينا نفضل نتكلم في مسألة الأيدولوجيا دي أكثر شوية، لأن الأيدولوجيا ربما عند الرؤوس الكبيرة في اختياري، ولكن عند عامة الناس المطور الوطني كان ما عمل اختياري، لأن الأيدولوجيا ممكن تعمل كابشن للناس مش كده. فأنا سؤالي إنه نحن شنو مع الناس الموجودين في المؤتمر الوطني وما هم الرؤوس؟ يعني في ناس ممكن تقاطر اقتصاديا، نعمل شنو مع الناس الموجودين في المؤتمر الوطني لمدة 30 سنة دي وهم مخبومين باللغة السودانية؟ فتخيلين المسألة بالإضافة إلى إن أخلاق والدين هنا دور كبير وهنا ديمقراطية فصل السلطات برضه هنا استنارة. فلقانا نحن معيدين جزء من الثورة دي إعادة التعليم، لأنه في ناس كثيرين جدا فده لا أعرف أو ينشروا في المسألة. أنا زمن ضايقنا فهناخد ثلاثة أربع أسئلة. نعم ما أدري مايك الصميم موبايل. معلش انا عندي اسئله ملخصه كده شويه والدكاتره يسمحوا لي بالكلام ده. اين دورنا في الخارج؟ احنا كسودانيين في الخارج دورنا في الثوره اللي حصلت في السودان. كيف نساعد الثوره بالداخل؟ هل الثوره هتسرق من الثوره؟ كيف سيكون وضع الجنوب السودان بعد الثوره؟ لماذا تاخرت الثوره؟ سلام. طيب بسم الله ضياء الدين احمد النعيم. انا عايز اضيف لواحده من بصيره الاستاذ واللي هي اكبر بصيره في الحقيقه اكبر بموضوع مشكله الشرق الاوسط، اللي هي النبوه بتاعته من الخمسينات، لانه الخطر الاكبر على السودان وعلى المنطقه كلها هو الهوس الديني، وكان ده بالنسبه لي هو الهم الاكبر، وكان الناس ما مستوعبين. وحتى كان في تأييد سلطة ماي واللي هو ظل سؤال كبير جدا، ولأنها هي بتحمي السودان من الهوس الديني إلى أن وقعت هي في يد الهوس الديني. دي دار أقولة. لكن السؤال اللي أنا عايز أطرحه بصورة شخصية، أنا شخصيا عندي المنهاج النبوي هو الحل لي أنا كإنسان
كفرة. لكن أنه نحن نكون السعدية، الناس دي اللي بيموتوا بالرصاص وكذا وعايزين حل بكرة للتغيير، أنه نحن نجيب ناس عشان يكونوا هم يحكموا السودان وبرضو يتكلموا باسم الدين، هل ده هو ما دعا له الأستاذ محمد طه؟ أنا شخصيا لو كانت الأيام مرت، بعرف أنه من قراءتي أنا للمسائل اللي فهمي أنا للأستاذ محمود، بأنه مهما جاء شخص للسلطة وتحدث باسم الدين هو حيكون ضده تماما، لأنه ما في أرزق من أنك تكذب باسم الدين على الناس. فالحد المؤقت يعني حتى الطرح أنا في رأيي اللي كان طرحه الأستاذ محمود بمجال الإنسان الراشد للحكم ما كان حيجي بالصور اللي نحن بنعرفها في عالمنا المعروف ليها. في جزء غيبي كبير جدا جدا في الموضوع ده هو اللي حيجيب الإنسان الصالح للحكم. لكن الليلة المشكلة الحالية دي أنها تحل، ما أعتقد نحن الناس السعدية في الشوارع منتظرين تالي أن الناس يقول لهم أنا حاطرح لهم الإسلام أصلح، لأن كل واحد حيقول لي الكلام ده. الناس عايزين حالة السعدية بالوسائل المتاحة لهم عن طريق، أنا ما أستخدم كلمة العلمانية، لكن عن طريق الحكم الإنساني المعروف بفصل السلطات، والناس بيجتهدوا فيه قد ما يجتهدوا وبيقدر يحكم من الصالح من الطالح بالسيرة الذاتية وبتاريخه وبعمله، ماذا في دستور بيحكم وفي وسائل لأنه تقدر تراجع ويعني التشيك أند بالانس بتاع السلطات. كمان يا بكر، أنا سعيد جدا أكون معكم اليوم وأشكر أخوان الجمهورية الدعوة الكريمة التي دعونا بها عشان نريد ندور شوية من أحاديث وأفكار الأستاذ الكبير محمود محمد طه والشهيد سيد الشهداء عبد الباطن. ثانيا الكتمة بعد الغابات والهيئات دي الحصية دائما واللي هم المهنيين دي بعد ما الصوره تظبط بتضمن لهم حقهم على الحساب الكبير، وكيف بيكون بتقوم التحول؟ هل الشباب دي زي ما قالوا هم ممكن ما يهربوا بالتعويض ولا حاجه، لكن بتضمن لهم شنو هم تنفذ الشيء طلعوا من اجله؟ شكرا. قعدوا 12 سنة رجعوا الساندينيستا بثورة تصحيحية،
دي واحدة. التجربة الثانية تجربة جنوب أفريقيا، تم فيها هذه التجربة كان مخاض عسير جدا لفصل عنصري وغيره، لكن تم ما يعرف بجبر الضرر. فكرة جدا الآن في خلال 30 سنة شردوا واحتقوا لي خدمة مدنية. إذا ما كنا نحن حتى عرفنا اتخرجنا من الجامعة وفتحنا عيوننا خرجنا من 35 36 انقلبت البلد، ما عندنا أي دور في الدولة بها. هؤلاء الناس اللي شردوا الخدمة المدنية واحتقوا غطلوا دلا قدر تتكون لهم أول من مهام الدولة الجديدة تتكون لهم مفوضية ترعى هذه الشؤون، حتى إنه الأم الفردت طفلة، الأم الفردت المرأة الفردت زوجة، الأسرة الفردت عائلة، عندهم الحق هذه الحقوق. ما نحن حقوقهم، لا نحن ما نسلم معهم الحقوق، هم دفعوا أكثر. هل هو نحن نأخذ حقوق مساوي؟ فبالتالي من أول من المهام الإنسانية البسيطة إنه تتم مفوضية تعالج كل المسائل دي. الحاجة الثانية، ما في حاجة اسمها إنه سامع عن النغمة بتاعتي إنه مقاطعة اقتصادية، ما في حاجة اسمها مقاطعة اقتصادية. أنا قاطعة اقتصادية في شنو؟ تسالك كروشي وأجي أقول لك أنا أتعامل معك في كروشي وأنا قاطع؟ لا، تتم المحاكمة عادلة. المحاكمة العادلة أي إنسان اختلس غيره بنى بيت ده كله يبعود له أموال ولا أموال الدولة. بعد ذلك نجي نتكلم بحق قوله ولا من كنت قبل من الغصب كنت قبل. زي الفترة الاثنين بيتكلموا عنه ده. ده لا كان يمتلك 10 قروش. قال لنا بيمتلك له 4 بيوت و4 زوجات، من وين يعني؟ ما هو منطق. وأجي تقول لي لا قطعة اقتصادية، لا قطعة اقتصادية في شنو؟ هو حرامي وسرق قروشي؟ أجي أقطعه أنا؟ على عصام محمد طه. قال له أنا بعرف له واحد من كذا ده. قطعت له 9 كيلومترات مربع في أقنى الأراضي السودانية من الذهب. إنتاجه من الذهب حوالي 3 طن سنويا. ده قطعة اقتصادية كيف يعني؟ بأي منطق؟ شكرا. كل واحد لازم تكون في بيتها بس عشان تبلش. أنا عايزة أعلق على حاجة كم حاجة. أنا غيرت ما بعرف لكن دي قناعتي أنا. أنا أفتكر إنه ناس الفكر الإسلامي ديلا كانوا جادين في موضوع الإسلام ده، كانوا دارين يشيلوا بقى الناس البسطة واللي عددهم كبير واللي هم بيقدروا يشتروهم بالدين على أساس إنهم يسندوهم في أفكارهم. أنا أفتكر أول حاجة الناس ممكن تعملها إنها تعمل تعليم education توعية كاملة للناس بحقوقه وبواجباته وبالأديان ذاتها، ويوروهم إنه حرية الدين ده شيء مقفول لهم هم ذاتهم في أي شيء. دي أول حاجة، لأنه غير كده حنرجع تاني أي زول بيجي بيعجب الكرسي بيلقاه comfortable كده بكم هذا يقوم يعني مثلا دي بيجي خلاص اتعودنا عليها نحنا. الحاجة الثانية قبل ذكرتم أنتوا البصيرة، يخلنا ربنا قال إني جاعل في الأرض خليفة، فإذا خلقته وسويته فخروا له ساجدين. وعلم آدم الأسماء، الآيات دي كلها نحن لو عيننا لها هي بصيرة. بعدين ربنا قال خلافة الإنسان في الأرض اللي ربنا كيف أنت بتمشي مشوار امتحان لحد ما بتصل محلة بتقدر تشيل الحجب بينك وبين الدنيا، بتقدر تتبصر، بتقدر تشوف قدامك. حسي أنت ما بتقدر تستنتجه في الأعمال الكبيرة لشوية من زمان، تقدر تستنتج لقدام، تقدر تشوف الحاجة المنظر كده، الحاجة دي شكلها ماشي على كده. فدي حاجة فينا ما نقعد نمشي نبقى سايد تراك في حاجات زي دي. خلينا في الكلام الأساسي، إذا نحن دايرين ثورة تنجح هي هتنجح، الثورة نجحت والناس دي مشوا وأي حاجة وحنتعرض لتجارب. يعني ما في أحلام بتاعت إنه حيجي زول من ربنا كده نازل من السماء. نفس الفكرة، الشعب ده حيتعلم زيه زي أي شعب تاني. بس أنا بفتكر الدرس اللي اتعلمه حس عدي ده كان درس صعب، درس صعب لدرجتين وهو تاني ما حيسمح لزول يتمكن منه بالمستوى ده. دي أول حاجة، حتى لو من وازع الخوف يبتدي ينتزع الحكام ما حيقبل. الحاجة اللي بعدها حيبتدي لو قدرنا إحنا يعني أي زول قادر يعمل توعية يعمل تعليم للناس عشان يفهم. الحاجة الثالثة إننا نحن نقبل بأنه الشعب ده يمشي ويغلط ويمشي ويتعثر ويمشي عشان نقدر نمشي للنور. يعني ما أي زول
تلقى الحكومه ما تمام يجي عسكري يطلع لنا في راسنا ده يقعد 50 سنه. يعني احنا عمرنا نتفك 50 سنه. شكرا لك. طيب اخر سؤال. طبعا في مشكلة السودان دي انا شخصيا بفتكر مشكلة السودان الاساسية الدين والعربية. ديل هم المشكلتين الأساسية القعدات على السودان لا يمشي لقدام وما حيمشي لقدام لو ما تفكرت الحاجتين دي. ده رقم واحد. الحاجة الثانية في قصة الدين دي أنا طبعا قاعد أصلي وأصوم وكذا ولما تجي أنوم كذا الشهات وبتاع ونايم لأنه خايف، لكن ما مر علي مثلا القصة بتاعت إنه الشيطان في حاجة اسمها الشيطان عصى ربه، يعني كيف ما فاهم انا يعني. كيف يصير؟ يعني انا اذا كان خلقتك وكذا. والقصه الثانيه بتاعت انه والله الانسان ده انا خلقته وسيرته وخيرته وبعدين يدخل الجنه ويدخل النار. يعني برضه وبعدين بعد ما يدخل الجنه ويدخل النار. يعني بعد في شنو؟ فبرضه يعني المفروض تكون في غايه. أنا أقول أنا هنا لكن ما وصلت لها، فممكن دار الدين أنا. نعمل شنو مع أعضاء المؤتمر الوطني اللي ما عندهم دبي؟ نعمل معهم أي حاجة ما زي بس هم بيتفرتقوا يعني، ومن الساعة بدوا يتفرتقوا الناس اللي ما عندهم ارتباط ايديولوجي يعني، هم حتى الناس اللي عندهم ارتباطات ايديولوجية بدوا يقفزوا يعني زي ما بيقولوا من السفينة. في ناس بدوا مبطلين ما عندهم مصالح صحيح، لكن في ناس والله أنا يعني شخصيا لأني قابلتهم بفتكر أنه موضوع مش موضوع مصالح وكذا زي مبارك الكودة يعني. انه انا متاكد انه في ناس احدثوا قطيعه تامه مع مظلوم يعني زوجي مبارك الكودو زي خالد تيجان النور. خالد تيجان النور مثلا بيقول انه انا مع الدوله العلمانيه، ما بفتكر انه في الدين الاسلامي ده في اي حاجه اسمها دوله، انه نحن في الحقيقه قال يعني قال لقونا ناس صغار وقبضونا كده زي الجداد، قال غمتونا مثل الجداد ودخلونا في المسألة دي، لما كبرنا اكتشفنا أنها ما عندها فايدة وما عندها قيمة. ففي ناس زي ديل مثلا أنا أفتكر أنه حتى الناس اللي عندهم القناعة الأيديولوجية القوية هي دي لما يكونوا بعيدين من السلطة حتكون عندهم متسع من الوقت عشان ما ينظروا في 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 خطلة يعني. بعدين قال إحنا ما عايزين زي ما تكلمنا الناس هنا قبل كده واحنا متكلمين، قال إحنا محتاجين لاستنارة. فعلا لابد أن تكون هناك استنارة، لابد أن يكون هناك تعليم جديد، لابد يكون في إصلاح للتعليم. يعني أنا ما شفت حاجة أسوأ من التعليم اللي لسه عملته الإنقاذ ده. الناس اللي كتبوا مناهج التعليم في عهد الإنقاذ، ونحن أنا في مركز الخاتم عدلان مثلاً إحنا اشتغلنا على التعليم على المناهج وأصدرنا فيها كتب يعني. أنا ما شفت حاجة أسوأ من كده. يعني الناس اللي كتبوا المناهج دين ما عندهم أدنى مؤهل تربوي، دي الناس أيديولوجيين قعدوا وكتبوا حاجات ما عندها أي قيمة يعني حقيقة، وحاجات ضارة ومؤذية بشكل مبالغ فيه يعني. فلا بد من ده. دورنا في الخارج، هل تقول دورنا في الخارج الناس قاموا بيه كويس في السند المعنوي في السند المادي؟
السرد السياسي، يعني في السياسة إنه الناس يكتبوا للكونغرس مين بتاعينهم ودي الناس عاملينها، إنه الناس يعني يحاولوا في بلدانهم المختلفة يحمل الحكومات على أن تتخذ مواقف قوية جدا، خاصة ضد موضوع قتل العزل، يعني إنه يكون في دور مالي، وده مناط بالناس البرة إنه يحولوا أنفسهم لكتلة كبيرة جدا لدعم المال لمساندة الجرحى في المستشفيات، لمساندة أسرهم، لمساندة الأسر الشهداء، يعني لمساندة الناس اللي استقالوا من الوظائف بتاعتهم احتياجا على فصل زملائهم، الناس اللي عندهم مواقف زي، يعني أفتكر أنه ده في حاجة كبيرة جدا لاستجلاب الدعم المادي بالنسبة لإسناد الناس الموجودين واللي ضرروا ضرر بليغة جدا في الثورة، يعني أصبحوا من الناس المتضررين. المسألة بتاعت العدالة الانتقالية سهيل، يعني نتكلم عن يعني لابد أن تكون في عدالة انتقالية. طبعا الجرائم اللي حصلت دي جرائم كبيرة جدا جدا، وأنه في كلام كثير جدا عن أنه لابد أن تكون هناك عدالة انتقالية تحاسب ارتكبوا الجرائم الكبرى وتكشف الحقائق المدسوسة دي خالص، وتجبر الضرر بالنسبة للناس المتضررين. ودي تجارب الشعوب الثانية الناس بيستهدوا بها وهي معروفة تماما. أنا بس استغربت شوية لموضوع فهم الأخ سهيل لموضوع المقاطعة الاقتصادية. أنا لما بتكلم عن المقاطعة الاقتصادية بتكلم عنها الآن، أنك لو أنت عندك زول مريض عايز تمشي به المستشفى، أمشي مستشفى في ظل يا أخي ما تمشي زيتونة، لما كلام واضح قاطع. الشعب ده ما عنده قوة شرائية، القوة الشرائية أحرم الأخوان المسلمين هسة منها. ما قلت لك امشي للفاتح عز الدين بعد ما تسقط الحكومه وقاطع اقتصادي، انت قاطع وين؟ ده نحن ناخذته في السجن، تلقاه وين انت زاكي؟ فالبوينت بتاعت المقاطعه الاقتصاديه دي بتكلم عنها هسع كسلاح يستخدم لاسقاط الاخوان المسلمين. الحديث بتاع الاخ ضياء خلاص كده معلش ضياء بكلمه براك. ضياء برضه انا عندي معه كلام كثير، لكن انا ما اعرف اذا كان فهمت كلام الاخ مايكل عن كيف يكون وضع الجنوب في الثورة. انا شخصيا ما اعرف تجربتي دي كيف شكلها. في ذهني السودان لا زال بخريطته كامله، في ذهني السودان منفصل، أنه كان في اعتراض على حكومة الخرطوم بمسؤول الأخوان المسلمين في معاملة أهل الجنوب، وهم عندهم الحق الكامل في القرار المسؤوليه، وأنه كانوا مظلومين تماما. لكن الشيء المقبل ده حل مشكلة الشمال والجنوب في شيء واحد، في تقدير يعني عارف شخصيا، أنه الثورة المقبلة أنه التم السودان، وإحنا الحلول المقترحنا من سنة 55 أنه الحكومة السودان ما يتحكم من الخرطوم والقسم والكلام اللي قلنا في المقدمة، لكن هم عندهم دور كجيران لنا الحين في مساندة الثوار بالسبل اللي يروهم مناسبة، إلى أن نجي نناقش موضوع انفصال الجنوب ده بصورة أكثر وضوح وتترسم الحقوق الكاملة. بعد ذاك نعتقد أن السودان بيكون جازم بأن كل أطرافه بيكون دارة تنتمي لي مركزه. ده موضوع ممكن يكون فيه أغزر الحقوق. موضوع الأغضياء بتاع أنه يعني ما ممكن تجيب الناس يتكلموا باسم الدين تاني كان من جديد، يعني بس الدين ده زي ما يقول الأستاذ أنه القصة قال أنه في وصف الناس اللي بيابوا الدين لما نشوفوا التجربة الغاسية بتاع عدم التمسع باسم الدين، قال ضاقت حنظلة وخافت من البتيخة، فقال السايبة في الخلا لما تاكل لها حنظلة. الحنظلة بالمناسبة للناس اللي بيعرفوا الزراعة يعني في الخلا
بتشبه البطيخ تماما يعني من الخارج بطيخه، لكن طعمها مر مراره شديده. بعد بعد التجربه دي لو جبتها بطيخه ولزيتها لها كده بترجع منها لورا البهيمه. فهي دي تجربه سيئه جدا جدا تمت باسم الاسلام، تمت في السعوديه وتمت في باكستان وتمت في السودان بصوره اكثر بشاعه. لكن ده مش معناته انه الموضوع ده كله يرفض، لانه ده بيكون الخطر الحقيقي انه الاخوان المسلمين وصلوا الناس لحد خربوا حاضر ويخربوا مستقبلهم برفض كل ما هو صحيح من الاسلام. الاسلام احنا بنتكلم عنه مش بجراية بانه زول بيدقنه طويله وسفنته وكده ويا مولانا وجلابته قصيره، لا لا. انه بيقوم دوله القانون ودوله الدستور والمساواه التامه، وبيعمل السرعه في الشارع ده 55 ميل في الساعه، البيجي من الكنيسه والبيجي من الجامع والبيجي من السينغوب كله نمشي بالسرعه دي بغض النظر، ده قانون يعني. فبتكون المساواه والاحترام القانون واحترام الدستور اللي بيساوي بين الناس كلهم ده ذاته الاسلام. يعني ما بتجي انك انت بصورتك بشكلك او بالدعوه، انما بتقوم حكومه قائمه على المساويات الثلاثه في الاقتصاد والسياسه والاجتماع، بتقوم على المؤسسات في الدوله، السلطه القضائيه المنفصله عن السلطه التشريعيه المنفصله عن السلطه التنفيذيه، وبتمشي الديمقراطيه العاديه دي يعني ان يفتح باب الترشيح ويفتح يقفل باب الترشيح، يفتح باب الطعون يقفل باب الطعون، ويحدد يوم الانتخابات الى الاخر يعني. بتبقى مثلا كل الصور اللي انت بتقولها الكلام ده دين، الكلام ده نفسه دين اسلامي. فنحن ما حنقول انه كمان الاخوان المسلمين بعد ما خربوا الدنيا هسه دي كمان يخربوها، لان قدام يقولوا الدين ده ما بنزوله ذاته شكله كيف. فدي المساله اللي احنا يعني احنا الفكره الجمهوريه اللي بتتكلم عن الدين بتتكلم عنه في هذا المستوى، اللي بيحبب الناس في الدين وفي الله ويفتح الباب لطريق النبي صلى الله عليه وسلم. لانه الموضوع الجوهري ذات الحكم والحكم الصالح غايه ولا وسيله، الوفره الاقتصاديه والامان الاجتماعي ده غايه ولا وسيله. وده بيربطنا لو كان في زمن كان زول يتكلم عن التسهيل والتخيير والاسهال والنقص وهي في اخر كلامه. لانه انت داير تخلق جو الانسان يحقق فيه ذاته الضايعه دي. نحن فاقدين الفردوس، احنا بعدنا من السماء للمعصيه اللي ارتكبناها، والموضوع ده في بلايين السنين متراكم في صدور كل واحد مننا. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الحكومه الصالحه ذاتها وسيله، الديمقراطيه وسيله عشان انت تامنك من الخوف عشان ما تتشتت لما تقوم الله اكبر. ايه بيشتتني انا اذا كان انا فاقد الوظيفه وبكره ما عارف اودي اولادي بياتوا بص ولا اكلهم ياتوا فطور؟ انا ما بكون في مصلحه، انا بتشوف ظهري في المصلحه لكن باطني شغال بين امشي لفلان بعد الصلاه دين منه وتعمل خطط لي بعد بكره عشان تلقط لهم قروش. فالاقتصاد ذاته والسياسه والاجتماع والدوله الصالحه وسيله لتحرير الانسان اللي يعني بتجاوب على سؤال ماذا بعد الخبز وبعد الوفرة. فدي مسألة يعني في الفلسفة الكبيرة بتاعت الحياة، لكن بتتربط يعني. هسه احنا مثلا بنقول اقتصاد، انت داير تجيب ناس استهلكوا اقلها، عايز وزراء ومدراء ادارات ما يركب عربات الحكومة، واحدة للبيت واحدة للشغل، ويكون عندهم سواقين مجانين والبنزين كبار. هسه هنا عضو الكونغرس بيجي بيأجر هنا في واشنطن بيركب سيارته، نحن بيجي بيكون مدير مؤسسة عنده ثلاث عربات. نحن دايرين نجيب زول زاهد، زول عنده أخلاق يعني. عايزين الناس لما نجوا مثلا في الضحية مثلا، نحن بنقول هسه الجمهوريين الضحية غير واجبة. ده منطلق ديني، إذا كان الناس بيضبحوا ضبايحهم على اعتبار دين أنت لازم تجاوب على السؤال الديني ده. دايرين نقول لهم كل زول عنده خروف زاهد يجيبوا لنا عشان نصدرهم كلهم ونبيعهم ونجيبهم أدوية وكتب مدرسية. عايزين الناس ما يتزوجوا بالبزخ، يهجروا الواحد يقني ب 15 سنه في الخليج عشان يجيبها يحطها في ثلاث يوم حفلات ويضبح على الخرفان ويشتري يهجر في الاتصالات. دايرين نقول لهم يتزوجوا بآيات من القران وبخاتم من الحديد وبمسواك من الأرق، ووفروا القروش دي عشان تعيشوا منها وتساعدوا منها الناس الاخرين. دايرين نقول للناس في رمضان افطروا بالكسره وبالبليل العدسي وسيبوا الاستيراد ده، انه رمضان ما يكون شهر اكل، يكون شهر صيام زي ما موجود. انت داير تستعمل ماده الدين دي نفسها الاستعمار الصحيح من اجل الاقتصاد. عايز ناس عفيفين ما يمد يده على المال العام. يعني سيدنا عمر النموذج، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم انتم يا ال محمد اول من يجوع واخر من يشبع. اذا حصل جوع على ناس المدينه اول ناس يصيبون على البيت اللي النبي على راس الدوله، ولما نرجع الشبع يشبع الناس كلهم اخر ناس يصيبون الشبع على البيت. عمر قال
القصة المشهورة يعني أنه ما زاد عن قوتنا المؤمنين في ياول. فالروح دي الإيجابية دي من أجل الاقتصاد ومن أجل السياسة ومن أجل الإنسان اللي ما متصلي. فهو الدين مش بيعبي معنى أنه كل واحد يعمل لك جلابية قصيرة ويعمل لسه فلا يقول لك قلت له أوكي لا خلاص أنا بكتفي. في كثير من الكلام هنا كان ممكن يكون فيه تفصيل لكن يعني نتلاقي إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم.